السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشباب، لاباس عليكم؟ فرحانين اليوم في هاد ستريم هذا ليديسيون الخامسة ديال كينكس. اليوم عندنا الكينكس ترايل، غادي نشوفوا واحد الجيم مشوقة بيست اوف 3 ما بين فوكس جيمنج تيم والاتزا ديال دي كي ار. اليوم معايا الاستاذ لوجي في الكاست، وغيكون معنا في شامبيون سيليكت مسيو ميمنتو. لوجي بعدا، واش لاباس عليك؟ الحمد لله، صافا. متحمس بزاف نشوف هاد لا جيم هادي ديال تحدي الملوك. دونك نوتر رونديفو ديال كل جمعه باش كنعرفوا شكون هو لو نوفو كينغ اشاك فوا، شكون هو الملك الجديد، واش هاد الملك هذا فاش يتحكم مع تهبط السمطه غتبقى عنده السمطه. هاد الاسئله نجاوبوا عليها ان شاء الله مورا البيست اوف 3 اللي غادي يجمع بين لي دو تيم دي كا ار و فوكس جيمنج كلوب. دونك غادي بزاف الاسئله هنا كيطرحوا، انا ديجا كنشوف هنا نيفو ديال التشات كيسولوا بزاف واش شكون اللي كيبان لكم يربح ايتترا. دونك من اخر ديفيت ريزو كيبان لي بلي كلشي ولا ممكن ملي تي بي ال خسرات اللاست جيم، وملي تي بي ال دات جيم من عند فوكس جيمنج كلوب في لاست تورنمنت كلشي ولا ممكن. ريزو شنو بان لك؟ صراحه نشوف هنايا كيبان لنا بلي التيم في المغرب بداو كيبانوا، بداو كيطلعوا النيفو، هذا هو المهم عندنا. كيبان لنا بانه اخر مره في نهار الاربعاء شفنا بانه تي بي ال شركات باش تجي وتحاول توصل لهذا البيست اوف 3 ضد فوكس، لسوء الحظ تحاول ضد واحد سانسيت اون فاير اللي كانوا اون فاير ذاك النهار الاربعاء، لعبوا مزيان وما يدومني ولا جيم في الايرلي جيم، رجعوا لهم تي بي ال واحد الوقيته، ولكن كان واحد الخوف واحد ناشور وواحد الوقيته ربحوهم سانسيت اون فاير انوكي، ولكن نتمنوا بانه تي بي ال يرجعوا عندنا الاربعاء الجاي ويحاولوا يعاودوا يجربوا الحظ ديالهم باش يربحوا التاج هذا ديال الكينغ. تحدي اليوم غادي تحدي الملوك هذا كاسيولوجي. اليوم غادي نشوفوا هاد البيست اوف تيم بين دي كي ار اللي حتى هي تيم ممتازه جدا. نعقلوا بانه دي كي ار عندهم واحد المستوى ماستر دي ان افريج في التيم ديالهم، دونك فريمون كاين النيفو ضد واحد فوكس جيمنج اللي اليوم غيلعبوا بواحد دو سوب على ما سمعت. كاين اكس بيكس اللي غيلعب توب بلاست سينيو، وغيكون عندنا الاستاذ الكبير اللي كتعرفوه كامل 100% وين ريت في كاع لين انزو اللي غيلعب بلاست بروكسيوس في البوت لين. دونك غادي نشوفوا شنو يقدروا يديروا فوكس بهذا الروستر ديالهم ضد دي كي ار. قبل بغيت نذكر قواعد كما القاعده، نفكركم رابيدمون شنو الكونسيبت ديال كينجز اوف ذا ريفت او لا كينجز كيفاش خدام. دونك الدراري كيف ما نتوما عارفين نهار الاربعاء كيكون تحدي الملوك كينجز تشالنج، كيجيو اربعه الفرق مغاربه كيتافرونطاو، جوج ديال لي دومي فينال بيست اوف 1، اون فينال بيست اوف 1، كيكون عندنا تشالنجر. هادشي طرا السيمانه اللي فاتت وربحت دي كي ار داكور، ونهار الجمعه كان في افرونطيو المتحدي ديالنا والكينج ديالنا باش نعرفوا شكون غيكون ذا نيو كينج ديال السيمانه الجايه. دونك هنا دي كي ار افرونتي فوكس جيمنج كلوب اللي هي بحد ذاتها السيمانه اللي قبل كانت دوزات الكينجز تشالنج ربحاته والكينجز ترايل ربحاته. دونك تحدي الملوك محاكمه الملوك يا ربي نهار الجمعه، وتحدي الملوك نهار الاربعاء. اون غرو دي كي ار باش تعرفوا الدراري راهم ديجا ربحوا لي 3 بروميير اديسيون، ثلاثه النسخ الاولى ديال الكينجز، وجات فوكس جيمنج كلوب ودات لهم التايتل ديال كينغ واخا هولداو ثلاثه سيمانات. ودابا كنلاحظوا باللي غادي تكون عندنا واحد لونفي ديال ريفانش. انا نتمنى صراحه دي كي ار نشوفها عندها لا فولونتي باش انها تربح، حيتاش انا حسيت باللي اخر مره فاش تلاقاو في الكينغز ترايل ما كانوش واثقين من نفسهم. ريزو ما عرفتش واش انت شاركتي هذا الاحساس هذا، ولكن ما كانوش يعني ما كانوش متحمسين باش يفوزوا بحكم ان فوكس جيمنج كلوب عندهم واحد لا ريبوتاسيون يعني كبيره هنا في لاسين، تقال في كل بلاير ديالهم راه تقريبا ستار بلاير معروف، عندهم اكسبيريونس بزاف في 5 في 5 بصفه عامه في ليج اوف ليجندز، بلس واحد النيفو انديفيديوال اللي هو اكسلون. دونك شنو كيبان لك في هذا الشيء اخر؟ هو هيستوريكمون عمر ما ديك ربحت فوكس، هذه ما هيداش الطبيب، ولكن اخر مره فاش لعبوا ضد بعضياتهم كانت فوكس شاركت في الكينج تشالنج نهار الاربعاء وما يربحوا، دازوا للبيست اوف ضد ديك ار وربحوا 2-0. هذا الشيء اللي وقع ديك ار اللي ديك الساعه كانوا باقي ما خسروش جيم واحده في التحدي ديال الكينجز، باقي لحد الان من مورا فوكس ما عمر ما خسروا جيم واحده عاوتاني. هذه ملي خذوا لهم التاج ديالهم فوكس رجعوا دابا باش يعاودوا يسترجعوا هذاك التاج ديالهم، غنشوفوا واش يقدروا. سي فري كو اخر مره كانوا هما اللي مدومينين التحدي هذا، دونك يمكن لعبوا شويه مرخيين، ولكن دابا هضرت معاهم وقالوا لي بانهم راه كاين واحد الحماس، كاين واحد النار اللي شعل لهم واحد الفتيله في العينين ديالهم، بغاو يربحوا هذه المباراه هذه، بغاو او موان يديو جيم من هاد فوكس هذه. غنشوفوا واش غادي نشوفوا واحد 3 جيمز اليوم ولا نشوف عاوتاني شي 2-0 من طرف شي فريق من الفريقين اللي عندنا اليوم. قبل ما ندوزوا لهذا الشيء كامل اخويا لوجي، غادي نسولوا الاستاذ في لا ريجي سازان، واش هاد المره يقدر يدير لنا تيزر ديال الفيديو ديال الهايب ديال كينجز قبل ما ندخلوا اللوبي اللي كيتوجد حاليا؟ واحد الفيديو صوبها لنا الاستاذ ماشون، شكرا له بزاف. واش اصلا تقدر دوز لنا الفيديو باش نشوفوها كاملين؟ وشكون هي انامي باي ذا واي؟ تري بيان، خليكم مع تيزر الدراري. I am the dreadful menace, the one whose will is done. The haunting chill upon your neck. I am the conundrum. I will summon armies of wind and rain and
and snow. I made the black cloud overhead, the ice like glass below. Not you or any other can fathom what is nigh. I will tell you when to jump, and I'll dictate how high. The ones that came before you stood strong and tall and brave, but I stole their dreams away. Those dreams could not be saved. But now you stand before me, devoid of all dismay. Could it be, just maybe, I'll let you have your day? اش بان لك في هادشي الريزو؟ اش بان لك في هاد الهايب هذا كامل اللي كيتسنانا اليوم ان شاء الله؟ بين بان لي القضيه غادي تكون فريمون حاره. انا فريمون متحمس بزاف. فيما كنكون لاعبين فوكس جيمنج كتكون جيم فريمون ممتازه، كيبينوا لنا نيفو واعر بجد في كاع لي لين، وكاين عندهم واحد السينرجي ديكيب واعره. واخا خسروا الاورلي كيبان لك بانهم كيقدروا يرجعوا في اي لحظه، كتعطيهم اي افونتاج كيستعملوه بواحد الطريقه ممتازه. دونك غنشوفوا واش اليوم غادي ديكار يقدروا يديو شي شويه ديال الافونتاج في الاورلي ولا لا، ضد هذا الفريق هذا اللي كيتعتبر هو احسن فريق في المغرب حاليا. وهذا ما يحيدوا لهم التطبيب اخا ما خسروش حتى مره ماتش على اكمله اون ستريم. الخسارة الوحيدة اللي شفنا خسروها هي ضد تي بي ال في 1 جيم في البيست اوف 3 اخر مرة فاش لعبوا مع بداياتهم. دونك غنشوفوا السي لوجي، انت قول لي من جهتك واش اللوبي موجود، واش نقدروا نديروا الشامب سيليكت موجودة، وبالتالي كنعيطوا الميمينتو باش يكاستي معنا هذا الدرافت فيز. دونك نخليكم مع الريزو ميمينتو بور لانستون. فوالا دونك غادي ندوزوا لكم لا بان فيز اللي كتبدا ديجا اون فيت. هيلو كيداير؟ لاباس عليك هاني؟ الحمد لله بخير. اليوم راحه شويه نتاعو شويه. It's a good game, good game. I think I'm in DKR من one of the three best team في المغرب, so yeah, it's a good game. Yeah. شوف هنا شوف لي بان او بانو اول بان DKR حيدو لا ديسي اللي غيلعب. حيدو انزو كارتشيس. دي كارتشيس. دونك انا شفت لك هذا البان هذا واش فريمون طاب. It's a good ban. كارتشيس broken AD carry bot صراحه خصو يتبان. Yeah, indeed. حيدو الريفن ديال XBX. Yeah, it's good. كيتلين اللي كتحيد الكوري ماكسمان، كوري ماكسمان لعبها دو فوا نهار الاربعاء ولعبها بواحد الطريقه ممتازه، كان هو الاول في الديكا، كان فريمون كونسيستون في لين ديالو. اون بليس كيما كتعرف ميمينتو كيتلين من احسن لي زادسي في الميتا حاليا، داروا لها واحد لو بوتي باف لي جالها عندها واحد الوين ريت كبير بزاف، وكتلعب مزيان في البوتين مع كارما مع مورغانا. دونك كيكون عندها واحد البريشر ياك. وي فوكس لي بانو كازيكس بانو بلوتو غريفز، سا فدير كو بوتيتر باغين ياخذوا كازيكس، بوتيتر باغين ياخذوا شي جانجل واحد اخر. نقدر نقول لك انا عندك واحد دو بوان اللي نقدر نشارك لك اليوم. اولا بعدا شفت ميراي هاد ليامات كيسباني بزاف ايفلين ديال ميراي في سولو كيو في راماستر. هاي تبانت هاي تبانت. اوكي دونك هذيك مشات. It's يعني good, it's strong, it's strong champion. It's actually super, super strong. ولكن yeah. الدوزيام بوان اللي بغيت نشير لك ليه هو زيكس. واش انت تكون بيان سور قريتي لي باتش ودرتي ريفيو ديالك في ستريم، الباتش زادوا فيه الباف تيكس الباسيف ديالو، واش زيكس نقدروا نشوفوه اد سي مثلا؟ يا اتس زيكس از ريلي ريلي سترونغ اي دي كاري حتى ميد. I lost to pick that shit that some team comps, so yeah, champion is really good. So Karma, okay. Yeah, Karma is good. I don't think she's a flex. I don't think she baqa عندها داك الباور ديالها first pick. لكن she's a safe pick, good pick, scale مزيان, she have a lot of value. اوكي يوني انا كي تبيكا دونك يوني جانجل ولا يوني ميد واحد خرج البارح ياك يعني ما خصنا نكذب. I think it's jungle, yeah. اوكي دونك يوني هنايا تو بونس كو جانجل ولكن الا خدم مع ليليا الا خدم مع ليليا بلاتي هنايا كيبدا الشك كيبدا الشك في هاد الفوكس جيمنج هادو دائما كيبقاو يجربوا. هادي الفيرست جيم من البيست اوف تي دونك جو بونس كو عندهم لا مارج باش انهم يجربوا دي بيك جداد. هنايا يوني كيتبيكا انستانت فيرست بيك دونك باينه بانه غيلعبوا اما ميد ولا جانجل كيما قال ميمينتو. والسنة السنة اللي نقدروا نشوفها في البوت اخي ميمينتو مع من؟ سينا جو بونس انزو كيلعبها سوبور جو بونس ماشي حتى ادي كاري دونك بلاتر سوبور هذيك ماشي اي دي كاري نشوفها. مي سي نايتس مزيان تفارم حتى هي مع بروم ولا اوكي شي وركس وذ ا لوت اوف سبورت على التراش بروم اوكي رينيكتون هنايا ربما واش يقدر يكون هذا رينيكتون دا كونتر لذاك يون في الميد لين مثلا. حيت اش كنعرف بانه شادو وولكر فما كيكون لعب ضد شي ميلي ميد لينر كيلعب هذا رينيكتون ديالو
ما كاين ايكو باقي اوبن اللي هو الفيفورت بيك ديالو اللي كيتفليك تماما بيناتو وبين جانجل ديالو اللي هو الدارك، دونك بجوج كيلعبو بواحد الطريقه ممتازه. وازريل هنايا اللي باقي سترونغ في الميتا جو بونسي كامل منتو. يا 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 اي ثينك رينكتون از ا فليكس هنايا باسكو الا كان كيلعبو جو بونس كو شادو كي قلتي كيلعبو، دونك اتس جود تو فليكس ذا تشامبيون. اي ثينك رينكتون از جود انتو يوني حيت لايك يوني لوز تو موست بروزرز ايرلي جيم تو ايتمز ملي كيكون عنده جوج لي زايتم يوني تيكون ريلي ريلي سترونغ. سو كيديرو ايكو كيديرو ايكو هذا سي سيغ باش يحيدو ليهم باسكو ما تباناش حد الان كيمشي ايكو، دونك كيحيدو ايكو الشادو وركر. كنعقلو الدريب انه هو راه طلع به الشادو وركر الماستر بالايكو ديالو، ودارك اللي فريمون كيسبان سلو كيو عنده هاي ليفل دايموند بالايكو ديالو، دونك كيمشي ودابا غيتفوكسو جو بونس لي بان على توب لين اللي فيها روما كابوكي. روما كابوكي كنعتبرو انا من احسن احسن كلاد واحسن كامي في المغرب حاليا، دونك هنايا كيمشيو الكاميه الاولى كيبانيو عليه. ربما نشوفو دوطخ بان من طرف دي كي ار اللي نقدروا نشوفو ان بوتي فوكس على جانجل مثلا، باقي ما تبيكاس انا جانجلور لان ما كانش يوني ديال ميراي. اي ثينك اتس ايكو جانجل ويوني ميد. اوكي سو من الاحسن انهم يبانيو ناروكيا ان ماي اوبينيون. وهناك يحيدوا لي نوتيلوس. اوكي دونك نوتيلوس غيمشي لناروكيا ما يلعبوش سنه نوتيلوس. السنه كتكون مزيان معنا لي طونك صراحه، اول مره بانت سنه الفاستينغ سنه بانت مع طامكنش الا ما خفت نكذب في اليمات الاولى سيزون بري سيزون. يا انديد يا تما فين بنت سينا صايمه من ديك الساعه وما كيلعبوها مع بزاف ديال لي بيك ديفيرون. كنشوفو كون كنشوفو نوتيليوس كنشوفو دوطخ بيك بحال تراش مثلا اللي كيعطي شويه ديال السيفنس باللونترن ديالو. هنايا الفوكس عاوتاني على جانجل كيحيدو ريكساي، دونك كيحيدو 3 جانجلر من طرف فريق ديال فوكس جيمنج. انا دي سي ان توب لينر من جهه اخرى كيمشي دو توب ان جانجلر. اوكي نايس بان فيورا صراحه ديال اكس بيكس كاين فاهم يتقال حيت عندهم لاست بيك ريد سايد سو احسن انهم يبانيو فيورا. فيورا از ا جود اير 5 so it's good balance. هنا دابا الا كان ايكو جانجل اش من جانجل تقدر تشوف انت من طرف فريق دي كي ار اللي يقدر يكون ضد ايكو الا بمزيان زعما يكون اسي سيف مع هاد الكومبو هادي اللي فيها كارما ازريل بوك بوتلين رينكتون يقدر يكون ميد ولا توب. نقدر ننصحهم هو فيك عندهم رينكتون ديجا ميلي الا كانوا معولين نيت يلعبوا رينكتون ميد سيجواني از جود كوز سيجواني كتبغي يكون معها ميلي ميد تو توب سو شي كان يقدروا كيعاونوها في الباسيف ديالها. سو اتس جوين تو بي فيلكوز بوت وو سينا which is weird. I think Sejuani is good. I think Gragas is good. I think Set is not that good jungle. So I think it's a top set واقيلا ماشي جانجو. اه سي بوسيبل نشوفو هنا توب سيت صراحه. غيخلي لنا بانه خصهم شي حاجه دلابي. كاين غير كارما اللي كتبو كاين شويه دلابي، كاين بزاف ديال الهيفي اي دي عندهم بركل من جهه اخرى. ما كاينش دي غرو طونك اللي يقدروا يطونكيو ديك لاد دي كامله، دونك ما كاينش شي اشكال كبير الا بغيو نشوفو الاتيني الفريق ديال دي كي ار. مي بون بور المومون انا كتبين لي الكومبو ديالهم اسي بالانس، عندها البوك عندها البيل عندها الانجيج عندها الفرونت لاين، دونك كاين ما يدار او ها هو التوب بورت كايزر. اوكي نايس سو اتس رينكتن ميد. يا سو اتس رينكتن ميد سيت جانجل مركزر توب و كارما ازريل في البوت لين. دونك هاد الكومبو هادي بدا كيبان لك بما نشوفو الكومبو اخرى. اتس ريلي جود اتس ريلي جود حيت they have like durable champions. صعيب انهم ياساسينيهم يوني ولا شي حاجه باسكو they have a lot of HP resistances and them sustain. They have it's really hard مثلا باش ان يوني وان شوت مثلا رينكتن ولا وان شوت مورد كايزر ولا Oh, but he does scale really well. Jax is really good. Yeah, yeah that's before. Plus, more current. Yeah. So the cooldown of E, he must not be a guy. Yeah, he do like 2 seconds for E. So it's actually insane. It's actually insane. But Jax, the bon, he can use that to do heavy auto attackers. And I'm more crazy. I can do passive. But guy, like, auto attack zero. ما كتخدش بزاف. كين passive zero. The guy Jax. En plus, and the difference between Fox, like, he believes in one combo. For Echo mid, apparently. No, Echo jungle. دونك بلاتي راه كيصاوب فيه وكيتفلاو علينا اساسي دا اكاشي وميراي. الله يحفظكم الدراري. المهم نشوفو نهضرو هذوك اللي فيكس. ان توكا عندنا سينا اوفر كوز اللي غيكونوا في البوت لين، دونك انا عندنا واحد الكايند اوف بوك بوت لين. انزو اللي غيلعب بالكوز، دونك انزو اللي غيفارمي سينا اللي غتكون فاستينغ سينا سيبور. وعندنا جاكس توب لين، دونك جاكس اللي خدا الباف ديال موان دو سكوند في الاو ديالو، دونك انسان باف صراحه. وفي الاخر هنا كيبدا بينو ميراي. ان توكا بقى عنده هذا ايكو هذا. ويون غيتلعب في الميد لين، دونك يون اول مره نشوفوه اون ستريم وغنشوفوه ديال اكاشي. يون ماشي اي يون ديال من احسن ميدنر في المغرب وفي العالم العربي باكمله. دونك يون ديال اكاشي، ايكو ديال ميراي، فيركوز ديال انزو، ناروكي بسنا، وعندنا اكس بيكس توب لين بشاكس. اتس جوين تو بي زعما كا ريلي هارد بالنسبه ليوني انه يربح لي فيز درينكتون. اتس سو هارد. اي ثينك يوني تيكتر most lanes ضد بروزرز. صعيب انا حيت هو هيز نوت حيت يوني ماشي هو ياسو ماشي ياسو سكيرميشر. واخا
يوني ماشي سكيرمشر، يوني بيور اساسن سكويشي بزاف عليه لايك بيز اتش بي ماشي بحال اكثر من ياسو، ولكن كي دازنت هاف تولز باش يسكيرمشي هيز لايك ريلي بيور اساسن، هي وانا جو ان كيل سامون فاست اند ذن I think it's going to be an interesting game, صراحة. Like I both, think so both too, comps yeah. are good, and I prefer DKR comp, صراحة. It's more safe. بلاش أنا نسولك، أنا عطيك السؤال اللي أنا عطيه لك أنت، ونعطيه للشات تاهو إلا خاطر رصاصة ندير لنا واحد البول في الشات. شكون اللي كيبان لك أنت وشكون اللي كيبان لكم أنتم الدراري ربح في الدرافت فايز هادي؟ عندنا DKR نعاود نعقل لي كومبو، عندنا DKR اللي عندهم واحد سيت جانجل كارما زير البوت لاين ريكتون ميد أمورت كازر توب من جهة أخرى، عندنا فوكس جيمنج اللي عندهم ناروكيا بسينا بلس فيلكوس في البوت لاين، نيون في الميد لاين، إيكو في جانجل، وجاكس في التوب لاين. دونك عندنا دو كومبو توتالي ديفرنت، عندهم توتالي ديفرنت ويند كونديشنز، ولكن على ما قال ميمينتو كيف ضل لا كومبو ديال الديكار كاميمينتو، قول لي انت شكون اللي جايب الربح. I mean عندها مور سنس، ولكن الكومبو ديال فوكس جيمينغ عندهم جود سكيلينغ، دي سكيل واي بيتر. الا يعني مشات الجيم لا الديب I give it to yeah FXG. اوكي FXG دونك الا مشينا ليد جيم، وابارمون الا ما وصلناش ليد جيم غيكون ديكار عنده الافونتاج. جاكس اوت سكيل ايفري وان اند اوكي اخرين اكو تو يور نيتو عندهم فيل كوز اوف سينا، دي سكيل عندهم سكيلينغ تشامب بزاف، لايك دي ليد جيم ديالهم 100%. يس اوكي، ولا نقدر نديرو تذكير بانه الكوتش ديال فوكس جيمينغ هو العمده، تحياتي ليك سي العمده، هو اللي دار لهم الدرافت هذه. من جهه اخرى DKR اللي ما عندهمش كوتش دونك كيدرافتو مع بعضياتهم، وابارامون داروا ان درافت اسي سوليد واخا ما عندهمش كوتش، دونك نشوفوا شنو يقدروا يديروا. هنايا صراحه في الفوت هنا كيبان لي بانه فوكس اللي رابحه حاليا، عندهم واحد 50% دو فوت بانهم رابحين في الشات اكثر من DKR. الا بغيتوا تفوتوا ديري كاين الفوق ديال الشات، كاين واحد لابيتيت فلاش كتكليكيو عليها، كتبت لكم لو مينيو دي غولون كتكليكيو عليها، الفريق اللي بان لكم غير ربح هذه المباراه هذه. دونك هنايا فوكس فافوريت، هادي ماشي عجيبه صراحه، كنعرفوا بانهم هما لي فان فيفوريتس في المغرب حاليا، هما الفريق اللي كيحماقوا عليه المشاهدين ديالنا. وي ويل سي ان جيم. اون توكا ميمينتو الى عندك شي اشاره اخيره تزيدها لنا في البيك اند بان فيز قولها لنا. صراحه غير دو سبيسيال، انا بغيت نتفرج دابا في الجيم انديت او صافي راه بحالي بحالك انا مهايبي ازهال. دونك غادي نشوفوا ان شاء الله شنو غيعطينا هاد الشيء هذا ملي غادي ندخل المباراه. دونك 15 سكوند. Thank you so much اخويا ميمينتو، غادي نعاود نشوفك في الجيم 2 ان شاء الله، الا كانت جيم 3 تاي نشوفك فيها في البيك اند بان فيس، عطينا الانسايد ديالك ككوتش. نذكر الدريب انه ميمينتو بالفريق ديالو نوكاوتي سبور يلا ربحوا او جي زد في اي سي السيمانه اللي فاتت، او جي زد اللي كيتعتبر من احسن فريق في العالم العربي حاليا، هما اللي داو نيكسيس العام اللي فات. دونك جي جي لكم اخي ميمينتو، ثانك يو فور يور انسايد، ويش يو ا جود جيم. Thank you so much اخي ميمينتو، ويل جوين ذا فيورز ان فرج معاهم في تويتر. سير اخي ديالي جوني الفيورز وهاد التايب اللي مع راساتك، انا غادي نهضر لكم على اللودينغ سكرين، غادي نهضر على اليورين وشنو واقع في هاد الجيم، وغادي تجي تبعني الاستاذ اللوجي باش نديروا هاد الشيء ديال الكاستينغ انا وياك. تبارك الله عليك ميمينتو، ثانك يو فور يور انسايتس. هاد الجيم فريمون انا متحمس لها بزاف، ما عطيتيش ريزو يعني الدرافت اللي كتبريفيري انت بين هاد لي دو درافت. اه بلاتي نهضر على اليورين ونقول لك انا يوم ندخلوا ان جيم، عندنا بعدا واحد ست في الجانجل غيكون عنده فيز راش، غيكون عنده سمايت وفلاش كلاسيكيه، كارما اللي غتلعب بايري وعندها ايجنايت ديال اكزور في البوتين، مع ازريل عنده اكزوست وعنده كونكيرور كلاسيكي حتى هو، رينيكتون ديال شادو وركر في الميد لين عنده بريس ديال اتاك ايجنايت، ومورد كايزر في التوب لين بيان سيغ غيكون عنده كونكيرور، بيان سيغ غيكون عنده تي بي ديالو. من جهه اخرى عندنا اكس بيكس اللي غيتفايس مع مورد كايزر عنده كونكيرور، عندنا ايكو بالحصاد المظلم ديال ميراي دارك هارفيست اللي غادي يلعبها في الجانجل، بلس واحد يون اول مره نشوفو يون وغنشوفو ديال اكاشيون، بلس غيلعبو بكونكيرور غيلعبو بايجنايت، فيركوس في البوت لين عنده كوميت عنده هيل مع سينا اللي عندها غلاسيال اوغمنت و تي بي غلاسيال اوغمنت اللي مزيانه بزاف صراحه باش تقدر سكيتي باش تقدر تاخذ شويه البريشر فهاد البوت لين، باسكو سينا عندها واحد رينج انسين في البوت لين اخي لوج. انديد دوك تو انتريستينغ كومب صراحه، انا ما كرهتش نشوف اول بغيت نقول اول حاجه ثانك يو فوكس جيمنج كلوب اللي وقتاش ما كيخرجش شامب جديد كيفيكي هما الاولى باش يوريو لنا في الكومبيتيشن. دوك انا looking forward نشوف هاد يون هذا كيفاش غادي يعني بيرفورمي لينين فيز ديالو والتيم فايت ديالو. انا مازال ما عندي حتى شي فكره صراحه على الشامب، ابين عارف الابيليتيز ديالو وعارف ام تي بي شنو يقدر يدير بلي كومبو ديالو، ولكن وسط الجيم عمري ما شفتو، سي لا بروميير فوا بور مو. سينو نيفو دو لا بوت لين راك هضرتي على ديجا بوكين بوت لين فيرسس بوكين بوت لين، غادي نشوفو شكون اللي غيكون عنده لافونتاج، شكون اللي غيقيس لي سكيل شوت ديالو اكثر اون فيت هو اللي غيولي غادي يربح لا بوت لين بالنسبه لي انا. سوف كو سينا عندها بلوس دو زعما البوت لين ديال DKR عندهم ديال فوكس جيمنج كلوب عندهم بلوس دو سوستين على بارابور لا بوت لين اون فاس، وهنا عندنا توت سويت لا جيم اللي كتبدا وكتونشينا بوز
ديريكتومون كيعطيونا الوقت كيعطيونا الوقت نتنفسوا نتوجزوا بعدين نشوف على لا جانجل دوك شارك كومبلي تو تو بلاي دا جاكس فيرسس مورد انا كنقول افونتاج مورد كايزر بيسكو جاكس تي سكيلي دونك فوالا لا جيم كي ريبرون ماشي شي بوست ولا بزاف ريان دو ميشون واش اشكون عندنا انفيد هنا في الاورلي جيم ولا لا شنو بالك انا صراحه جو بونس با يكون انفيت باسكو الفريقين بجوج كيحترموا بعضياتهم بما فيه الكفايه باش يلعبوها سيف غير يلعبوا ما بغاوش يعطيو الافونتاج الا تاتي الا انفيديتي بنت ديك ايرا تاتي افونتاج الفوكس تاعت لا جيم باسكو فوكس كتعطيهم افونتاج ما عمرهم ما خيبوا لنا الامل ديالنا فين ما كياخذوا افونتاج كيسنوبوليو هاد فوكس هادي اللي عندنا فيها اليوم 2 سب عندنا اكس بيكس توب لين اللي تاو كنعقلوا بانه ماستر توب لينر وعندنا فيها انزو هي هو السب اوفيسيال ديال فوكس جيمينغ اللي شفناه كيلعب ميد شفنا بيتو شفنا كيلعب جانجل شفنا كيلعب سوبور وشفنا كيلعب ا دي سي 100% وين ريت مع فوكس جيمينغ بهاد اللي فهاد لين ثلاثه دونك وي ويل سي وي ويل سي صراحه انتريستينغ نقدروا نتكلموا على الفات انا ايكو سير نساو الايتيمز ديالهم هادي من جهه يس نقدروا نهضروا على السكند فاكت بلي الشات كيظن بلي اف اكس جي غادي تربح 57% فقط 57% فقط دونك كاين واحد الشو ديال بارتيسيبيو صراحه في البول عندنا توتال ديال 60 واحد اللي بارتيسيبا مي بزاف ديال الدراري هنا كيتيقوا في الدي كي ار جيسبر هما تكون عندهم الكونفيونس اللي عند الشاط عند اليوم فريمون كلشي كلشي زعما في المتناول انا سورتو كاين نيو تشاب ميبي نشوفوا اكاشي كيفاش غيبيرفورمي بي صراحه هو ديما كيكون دير لي دوفوار ديالو يعني موجد الشاب موجد موجد ليميت تاعك كيكون عارف لي ليميت ديال لي شابس قبل ما يلعبهم كان ديجا ورانا افيريوس ميراي ورانا ليليا عاوتاني دابا ميراي ورينا يون وهنا لا لين فيز كتبدا اوتوماتيكمون ديجا نقدروا نتكلموا على هذا الميد لين هذا رينكتون اغريسيف ميد لينر يعني ايرلي جيم ويون ما عرفتش ما حافظتش السكيلين ديالو صراحه نشوفوا كيفاش يقدر يجاوب هاد الاغريسيفيتي هادي ديال انايا نقدر نقول لك البارح يون يلا خرج البارح والبارح شفتو في واحد 3 جيم ولا 4 يس وحاولت نشوف شنو كيدير يون اون فري باقي ما نقدرش اول مره نكاستي دونك اول مره غادي نشوف فريمون شنو كيدير ولكن عرفت بانه عنده الكيو تال ديالو بحال يزو كاين واحد نوكاب ولكن كيداشي ان بي عرفت بانه عنده دبليو واحد البيك او زون قدامه ملي كضرب بها مع كضرب بليز دو شامبيون واحد كتعطيك واحد شيلد والاو ديالو اللي كيخلي واحد السول موراه كيخرج من ديك السول كيمشي يدابز ملي كيدابز وكيعاود يبرك على السول كيرجع للور وكيخلي واحد ديت مارك صغيره بحال التيم ديال زاد على داك الشامبيون اللي كان كيضرب والالتيميت ديالو اي واحد البيك او حتى هو كيداشي ان واحد داش كبير اي شامبيون كيقيس في داك الداش كيجيبو معاه كي نوكي اوب وكيدير الدمج ديالو دونك عنده سي سي عنده لي اسكيب عنده دمج لازم ولكن يون بحال اللي قال ميمنتو كيبقى بلوس اساسان كو بريزر ا مون افي باسكو عنده واحد الدمج امباكتون في الاولي في الليد جيم كيبقى كوميم يزو احسن منه انا كنقول حتى شفت واحد الليد جيم ما بين يزو يون يزو كيبقى عنده فريم واحد لوطاج كبير كي سكيلو بجوج براتاك سبيد حتى ما بجوج ما عندهمش المانا غنشوفو شنو يقدم لنا به اكاشي انا متحمس بزاف نشوف هاد الجيم الاولى هادي ديال يون وي ويل سي ان توكا حاليا اول تنين غيبان عندنا في هذه المباراه اخويا لوجي هو تنين المحيطه التنين اللي كيعطينا الريجن هو احسن تنين نقدر نقول لكم كيعجبني انا بزاف في الاولي جيم كيعطينا الريجن ديال 2.5 اش بي او المانا كل 5 سكوند اي تيم تاخذو غتعاون بزاف لينرز ديالها على لينك فيز باش يبقاو مسستينين باش يبقاو كيزيدوا في الاش بي كيزيدوا في المانا اذا كانت خاصهم في البوت لاين كما كنت كتقول جوج بوكين بوت لاين ولكن بلاتي هنايا انجيج من طرف تارك على 200 يون كيفراشين كيسنيو اكاشا كيشوف هذه الاصابه دبليو هنايا من طرف سيت ولكن فلاش اوت من طرف اكاشا يحتار ميراي اللي كيجي مجالي وصراحه كاش كيدخلين بالاو كيخدم على شادو وركر فاضي سابال بروك فلاش اوت ديال الوسط شادو وركر و اي اوف ذا امبرور غير رجع اللور بداك الاو ديالو دونك هذا هو الافونتاج ديال ديون هذا يقدر تدخل الى بانتك القضيه حامضه كترجع بالاو بحال التيم ديال ايكو تقريبا الى درتي شي ميستيك كترجع وان بليس كتخلي واحد ديت مارك دونك كدير شويه ديال الديكا تجيو البيد الفريقين هنا كيمشي الفلاش ديال البوت سامنرز في الميد لين بجوج والفلاش ديال جانجل ديال او كاش ادور كرسولو كيلا كاشي في الميد لين في دقيقه 3 فقط رينيكتون كيدير الامباكت ديالو رينيكتون اللي خاصو يربح اللين ضد ايون كيربح اللين ضد ديون 1v1 وغادي يقدر يقتل اكاشي ديروا الكليب دقيقه 3 اخويا لوجي فوالا كيف ما قلتي يون خصو سكيلين دونك بار كونسيكون راه عنده واحد الاورلي جيم اللي هو خصو يعني ما كونتيستيش بزاف رينيكتون وميبي هنا عندنا في لاجانجل هنايا عندنا انجيز من طرف شادورك على ميراي كيدخل على شادورك البروك وان اتش بي فاش على ميراي كيموت من طرف شادورك كيجي يون من الجهه اليسرى كيدخل ماكس مان كيدير كيل وكيبقى هنا 3 في 2 هنا في الدريبر كيرجع اكاش اللور كيبقى هنا نور كيبقى وحده كيجيب ستان ديالو مباشره على كوري ماكس مان بالازري ديالو غيخصو يرجع اللور غيخصو يحترم هذا الاجريسيفيتي ديال فوكس جيمنج كلوب ولكن 1 فور 1 سو فار حاليا اذا مزيانه صراحه صراحه لا بوزيسيون ديال دي كي ار في لاجانجل ديال لا تيم فوكس كانت بيزار حيتاش شادو وولكر ما كانش هيلثي بزاف باش يقدر يعني يغامر في ديك البوزيشن
دونك مات، ولكن اون كونتر بارتي يقدروا يديو معاهم ميراي. ميراي اللي ميبي كان يقدر يفويدي هنا الديث ديالو، مي بون اون توكا عندنا هنا 1 فور 1 وليجي ليجي افونتاج بالسولو. كاين اللي خدا رينيكتون على يون اللي ما كملناش الهضره عليه هنا، كيف ما قلت لك ريزو يون مازال خصو الوقت باش يقدر يليني على خاطرو. هادشي اللي فهمت انايا من هاد الشاب هذا، خصو شويه الوقت باش يثبت الوجود ديالو. رينيكتون اللي من الايرلي جيمز يعني من ليفل 3 صافي راه عنده كي البوتونسييل نقدروا نقولوا على لادفيرسير ديالو. انديد انا صراحه يون خاصو شويه اتاك سبيد في الاول بحال يزو، خاصو يسكيليبر اتاك سبيد ديالو، دونك غير خاصو لي زيتام عاد يقدر يشايني. ولكن بالحق بون انا فوكس كيجابو وكيبقى ديون هذا فايت شادو وركر ب 10 سي اس، كاين واحد الويف كبيره اللي غاتجي هنا الا قدر الا سيتي شادو وركر يقدر الحق على ديون هذا. يون اللي لحد الان باقي ما شفناش منه بزاف، يلا داير 0-1-0 تخا 5 هادي، دونك يلا بدات الجيم غادي نشوفوا شنو يقدر يوقع. ان توكا ميرا هنايا كيبرني الفلاش ديالو كيتعادل مع الدارك اللي توا مبرني الفلاش ديالو نيفو 4 نيفو 5 الدارك عنده افونتاج في الاكس بي حاليا، عنده افونتاج في الفارم حاليا. دونك الدارك رابح جانجل نقدروا نقولوا حاليا، عنده اناسيست دار الجانك ديالو كان سكسيسفول، عطى البريشر للشادو وركر باش يقدر يدير سولو كيل ديالو من البيت. اي اون بلوس انا في تيم فايت قدر يوصل ويدير الدمج ديالو قبل ما يهرب. وهنا عندنا في 2 في 2 في البوت لين اللي كيبدا اوتوماتيكمون بالبوك واش غادي يوصل الاول ان ولا لا. بلاتي هنا راه ستون من طرف كارما، وهنايا لوباما نارو كيف فاضي صعبه كون ماكس كيدير بيك برسو دمج وكيف فلاش اطر كيف فلاش في 200 كيبدا تيم فايت على ميراي مباشره كيستون شادو وركر كاين في اكس فلاش من الجهه اليسرى ديال السيت، ولكن ميراي عنده داش اوت وغادي يقدر يهرب. يون اللي ما قدرش يعاون بزاف جانجل ديالو ورينيكتون اللي غيبرني التيميت ديالو هنايا، ولكن الدمج ديال رينيكتون كيبقى بزاف ديال الدمج كيبقى مرتفع جدا. ناروكي اللي غيضرب تي بي لعب تي بي بعد السنه هذه صراحه في البوت لين ناروكيا، دونك يرجع لين باش ما يضيعش بزاف الاكس بي. في التوب لين باقي ايفن هذا لي دو توب لينر حاليا، روما كابو كي نقدر نقول لك بانه عنده افونتاج في السي اس حيتاش ويف كبيره اتكراش ليه في التوريل يلا بيهايند 1-4 سي اس. ولكن بلاتي هنايا الانجاج على ميراك يدخلوا عليه الجانجل ديال الوسط راهم ميراك سمايتي الكروت باش يحاول يعيش، ولكن شادو وركر هو الدار كيديروا لي موف وغادي يقدروا هنايا يديو كيل على ميراي مباشره وسط الكروكس ديالو. وهنايا جاكس ما كان شاف والو ما قدرش يجي يعاون كاع الاستاذ ميراي في الجانجل ديالو. جاو البيد الذكاء اللي كيديروا بروكتيف بلايز وهادشي اللي بغينا نشوفوا، بغينا نشوفوا بروكتيف بلايز باش نشوفوا لي موف من الاول. الافونتاج عند الذكاء حاليا عندهم افونتاج في الجولد عندهم افونتاج في السكور بورد وربما نشوفوا التيم الاول من طرفهم. خصنا نشوفوهم كيكملوا في هاد لا ديناميك هادي ديال الايرلي اجريشن. جو بونس كو الذكاء هما اللي عندهم الكومبو ايرلي جيم صراحه، مورد كايزر سيت رينيكتون هادو كاملين شامس ايرلي جيم بلوتو على كيكونوا سترونغ ايرلي على الليت جيم من غير ازريل هنا اللي عنده شويه سكيلين. وفي الاذر سايد عندهم جاكس ويون اللي مازال ما قالوش الكلمه الاخيره ديالهم. دونك هنا ميبي اتس نورمال نشوفوا شويه دكا اير من دومينيا. وما نساوش بلي فوكس جيمنج كلوب عندهم دو غومبلاسون اللي لاعبين، مي بون دونك غادي نشوفوا يعني ماشي في الفول بوتنشال ديالهم. واخا هكاك سي دي سوربريز اللي كيكونوا عندنا هنايا. وهنا عندنا نيفو دو لا توب لين جاكس اللي كيدير ميني تريز يعني هنا فين هما اللي خصو يدير دو توت مانيير، حيتاش في الاول ان جو بونس كو مورد غادي يربح اوتوماتيكمون. الاول ان صراحه ما كيربحوش جاكس، خصو ينقز ايبوكي ويرجع بحالو اولا يضرب وينقز باك سا ديبون كيفاش تريد كيبدا. ولكن مورد هنا عنده افونتاج صراحه في السي اس، سورتو كو راه اوبليجي دابا جاكس بلوز مو انه يباكي ويستعمل تي بي ديالو الوغ كو مورد باقي عنده لا تي بي ديالو. يس كيما كنتي كتقول سكيلينغ، انا نقدر نقول سكيلينغ هذا بوينت ممتاز جدا. عندنا ازريل وكارما دو بون ليد جيمر هنايا في الطرف ديال الدكائر، وعندهم اون بلوس مورد كايزر اللي كيكون فيابل، عندهم واحد الفولينغ ميد لاينر في الليد جيم اللي ما يقدرش يدير دامج لايدر يون مثلا، حيت يون في الليد جيم غيكون عنده لافونتاج على ريكتون. هنايا وان يون كيدا في الميد لين مره اخرى كاش كيرجع لهذاك الشادو ديالو كيدير نوكوب على شادو وركر اوتو اتاك مور اوتو اتاك، وغيكون عنده البروك ديال بريس دي اتاك غيدير دامج. هنايا تريد ايفن في الميد لين، ولكن شادو وركر عنده البريشر على هاد اكاشي هذا. دونك وي كاين هذاك سكيلينغ من طرف ديكار، ولكن كاين سكيلينغ اكثر من طرف اولي من طرف شادو وركر فلاشين ستان او دبليو ني كيو. يا سلام على دامج من طرف ريكتون اللي غيقدر اي سولو كيلي اكاشي المره الثانيه الجيم. شادو وركر كيتالق مره اخرى وكيبدا التنين ديال المحايدات من طرف ديكائر، ما عندوش ميد لينر ما عندوش بريو في الميد لين. واش غادي نشوفوا هنايا خاصنا نجيو لكم بلاتي كاين ستان طرف ناروكيا وكيتخدموا هنايا على الدارك فضيه صعبه بوحدو في البيت كيدير كوميم واخا هكاك التنين وكيدخل على ميراي سوبلكس من طرف سيت اوتو اتاك من اوتو اتاك والدارك غيفلاشي اوت ما غاديش يموت وكيبقى كوميم هو اكزور كيتخدم على الميد لينر ديالهم. ميراي فضيه صعبه ولكن عنده الالتيميت ديالو واش يقدر يرجع لا ولا لا. كيجي شادو وركر خصو يطيح شي انفلاش من طرف انسو كياخذ البلان كيخلي ميراي بوحدو كيضرب الاير ميراي كيرجع جيت ميد لين وكيفلاش عليه كوري ماكسمان كيكزور ستاش كوري ماكسمان ستان طرف اكزور ستان طرف ميراي ما غاديش يكون في الوقت المناسب وكوريا ماكس مان يقتل الاستاذ ميراي. وانس كان دي كي ار كيديروا كيل في ميتين كيديروا كيل ديال جانجلر في الدريك وكي اوت سمايتي دارك ميراي. لا اسمح لي
ميراي اللي كي اوتسمايتي الدارك ماي باد فوكس جيمنج اللي كيديو هاد السنين هذا الاول ديال المحيطات. ولكن واخا هكاك داك اركيب حطين فايت جو البيديوم صراحه. دونك هنايا واخا هكاك الاكشن الاكشن دوكا قلت الفرق خاصه في الدقيقه 9 فقط اخويا لوجي. دونك نشوفوا غنشوفوا شنو يقدر يوقع اكثر. ولكن اكشولي انا سوبر هايب سوبر هايب سيم تاع صراحه. كنقول باللي داك ار ملي يقدروا ياخذوا لافونتاج بالكومبو ديالهم هنا عندنا واحد الاورين هنا في البوتلين. ولكن صراحه لو تيكي ولا دماج وميم طون ميد عندنا لاغريسيفيتي تقريبا في كاع لي لين عندنا لاغريسيفيتي وميم طون الدراري ديالنا معصبين شي شويه صراحه اليوم في هذه المحاكمه الملوك اللي ديسو الرابعه الدراري فوكس جيمنج كلوب ضد دكائر اللي غادي يلعبوا على السنطه. دونك بيست اوف 3 باقي فورس كيم هنا عندنا اكاشي هنا غيدش عليه الدارك مباشره. هنا الدارك خصو يجيب ستان ديالو باش يقدر يحقق عليه شادو والكر. كيخدم الدارك وطاك مره وطاك كوش دروا من طرف الدارك. ولكن كاين استاذ ميراي كاين اوكيوم اوب اكاشي كتخدم هنا اكزور كيحاول يشيل الدارك. دارك كيشيل الدبليو ديالو بوحدو كيجي اكاشي مجاري هنا كتخدم نوك اوف اوتو اتاك مره اوتو اتاك عنده باش يرجع واش يقدر يقتل الدارك. لا هيدي الكيل ديالو مباشره 1 في 1 ما بين هاد الاساسيده هادو بجوج والديت مارك كتخدم فلاش من طرف اكسار. يا سلام اكريستي كبيره فلاش اوت من طرف ميراي ريسبكت لهاد الدمج وسلو اللي يقدر يدير هاد الاستاذ كارما باش يقدر يحقق عليه شادو والكر. دونك مره اخرى براكتيف بلاي ولكن ما كيصدقش هاد المره من طرف دي كي ار. وميراي كيدير كيلو كيف توب لين كيبان روما روما كابو كيف فاضي سباك يخلي اكس بيكس وتعطاك مره وتعطاك يجيب الاو ديالو كيف راشي اوت الاستاذ مورت كايزر. ولكن كيدير الشيل ديالو تحت توري الاكس بيكس وغيتبوكا بما فيه الكفايه خصو يرجع للور. هنا الدارك زعما بغيت نقول شادو والكر في ميدين 1 في 1 مره اخرى مع كاشي كيجي ميراي كيضرب اير شادو والكر كيخدم عليه ميراي وما عندوش كيفاش يهرب شات داون كيتيه الاستاذ ميراي بايكو ديالو بجانجل مباشره. دونك عاوتاني مره اخرى فوكس جيمنج كلوب كيرجعوا في المباراه اخويا لوجي كيفكرونا باللي راهم اي سون با كونسيديري كوم لا ميور تيم في المغرب بور ريان. يون كنشوفوا هنا لي بوسيبيليتي كيفاش كيقدر يكاك يعني يقدر يستعمل او يبريباري مزيان يتريد على خاطرو ما يحس راسو بخطر اوب باك كيجي ميراي يتقدى داكشي اللي كيلقى قدامو. تبارك الله عليهم هنا سكسيسفول جانك هنا في الميدلين. سي دوماج لاغريسيون لي طرات قبل ما ربحاتش تيم داك اير ساشون كو كانت عنده بريوريتي بوت لين يعني كارما كانت تماك واخا هكاك ما ربحوش تريد بيزامون ما كانوش واقيلا هيلثي اناف اولا النيفو بوزيسيون ما خدمش مزيان. الاولين في البوت لين كي وان شوت تو كريم ماكس مان ستان ديال ناروكيا نوك اب ديال انزو التيميت والليزرز من طرف هاد فيركوز هذا غيكونوا كافيين باش يقتلوا. ولكن في التوب لين كيجي الدار كيدخل على هاد الاستاذ اكس بيكس كيدير شي اوت اكس بيكس كيتستنى اكس بيكس كيو من طرف الاستاذ مورت كايزر برتوش انستنتلي في التوب لين سيت سوبلكس ما يكونش في الوقت المناسب وغيقدروا هنا نشوفوا ال1 في 1 بين جاكس واد مورت كايزر. جاكس كيربح ال1 في 1 كيجي ميراي كيدخل على الدار ال1 في 2 في التوب لين دارك فوضي سابا خاصو يهرب خاصو يتلقى كيفاش يدير. ولكن ميراي مش لي ستان دبليو من طرف دارك باش يقدر يتمبوريزي. ولكن دبل كيل من طرف اكس بيكس وفوكس جيمنج كلوب كيرجعوا في هاد المباراه وكيربحوا في سكور بورد وكيربحوا في الجولد وكيديو الثاني الاول في هاد المباراه جاو البيد ليهم. وغادي نشوفوا ربما هاد السنوبول هذا اللي غادي يبدا من طرف الفريق الاحمر. هنايا انا كنقول السنوبول بدا حيت ما عندهمش اصلا لافونتاج بالكومبو في الاورلي جيم وهنا رجعوا ديجا لا جيم للسايد ديالهم ديجا تفوقوا عليهم في الجولد. انا ليجا افونتاج ولكن جو بونس كو ما غاديش يحبسوا هنا هما كيديو بليت ستوب لين جو بونس غادي يلعبوا على الهيرالد اللي ديجا دابا افيلابل باش يتخاد. ودريك لا جاي اللي ما بقاش ليه بزاف باش يسباوني باقي ليه دقيقه ونص. وهنا شوف ديجا يون اللي يقدر كيقدر يجاوب رينيكتون اوريدي في هاد لافاز ديال لا جيم. كنت كنتسنى صراحه مازال يزيد يدوميني مازال صراحه اورلي جيم هنايا دابا 12 مينوت وكاين الريبلي ديال لاكسيون اللي طرات عاد دابا باش نعاودو نشوفها سي او نيفو دو لا ريجي نقدروا ندوزو الريبلي باش نشوفوا واش هي لاكسيون. اييه نهضروا عليها هنا. شوف كيجيو 2 في 1 في الميد في التوب لين. هنا جانكل ديف كيدير الاو باش يتمبوريزي سوبلكس كيضيع على والو حيتاش كيدار وسط من تايمينغ في البرتوش. ال1 في 1 كيبدا بيناتهم ولكن جاكس كيربح بال1 في 1 امبوسيبل مورت كايزر يربحو. هنا بلي زوطا داك ديال جاكس ميراي كاين في الوقت المناسب في المكان المناسب الدارك ما عندوش كيفاش يهرب كيدير دبليو باش يتمبوريزي. ولكن ميراي كيخلي الكيل للتوب لينر ديالو جاجو البيد. انا فوكس جيمنج كلوب اللي كيتفوقوا في هذا الجانك هذا في التوب لين كيبدا في ميدان واحد الاولين واحد اخر من طرف شادو وركر كيخدم على اي اوف ذا امبرور اللي خصو يطاشي اوت هنا كيربح مازال رينيكتون هاد لي تريد هادو اكاشي اللي خدا طابي نينجا دونك باقي خدا الارمور خدا باش يطونكي شي شويه في هاد الميدان ربح في سي اس حاليا. اكاشي دائما كيكون عنده افونتاج في سي اس في الميدان صراحه واخا كيكون بيهايند واخا كيكون بيهايند كيكون داكشي ميراي ميراي كيدخل 1 في 2 هنايا في الريفر شنو كدير ميراي عنده الارجاء بحق عنده الفريق كيبيتي هنايا صراحه هنا غيخسر يرجعوا روما كابوكي والدار كاين هاد الهيرالد هذا هو الكونتيست هو الاوبجيكتيف الجاي اللي غيدبزوا عليه شادو وركر كيطلع من 200 وربما نشوفوا هنايا الفايت على هاد الهيرالد اكزور اللي كيرمي من البوتين حتى التوب سايد ديال الماب باش يقدر يكونتيست مع الفريق ديالو. لا بلانت ما بقاتش كاينه وهنايا شادو وركر كيزوني. دونك هنايا ربما غنشوفوا هاد الهيرالد هذا من طرف دي كي ار بدون كونتيست والبوز مره اخرى خويا لوجي في هاد لا جيم جيجي والبيد في هاد الجيم هادي صراحه فيري فيري هايب كاين اكشن الفريقين وداك اللي كيبينوا لنا من مستوى ممتاز ما كاينش ستومب بحال ديك السيمانه اخي لوج ما كاينش ستومب اون بلوس دي كي ار اللي هاد المره هادي كيبين واحد لا فولونتي ديال باغيين يربحوا لا جيم ماشي باغيين يستسلموا حيتاش لاعبين ضد فوكس تو سامبلومون. لا انا كتشوفوا بزاف ديال لي بلايز برو اكتيف كما قلتي مالوزمون كيكون واحد المشكل في ليكزيكوسيون سورتو نيفو دو لا ريفيير دوك سكورميشز اللي كيطراو في لا جانغل في لا ريفيير نيفو بوزيشنمون ما كيكونوش ديما ما كيكونوش افونتاجي. وهذا الشيء كيرجع للتجربه اللي عند
اللي عند لي جوغ ديالنا ديال فوكس جيمين كلوب اللي مولفين انهم سينرجي تكون عندهم سينرجي مع بعضياتهم وخا الطوب لينر ديالهم ما حاضرش ولكن ميراي اكاشي راه كنعرفهم كيلعبوا مع بعضياتهم بزاف مولفين يسيطابيو الكانكس ايتترا وكنشوفوا داكشي كيفاش قدر يون يرجع في لا جيم الوغ كو كان خسر جوج مرات 1 في 1 سولو كيلعب جوج مرات اكاشي في هاد لا جيم وبورتون كيرجع وخا بلا ما يكمل حتى شي ايتام طابينينجا كانت كافيه ليه باش يقدر يرجع في لا جيم وبلس كنشوفوا باللي اكاشي واخا هكاك الشامبيون الله خرج ما نقدروش نقولوا بلي راه ولا ما نقدروش نجوجيو اون بلوس وميراي هنا اللي كيحاول يدير بروكتيف بليز وهنا لا جيم اللي كتكمل لا بلاتي شادو والكر كيفلاش ان ولكن الاير ديال اكاشي انستانت ديزينجيج من طرف اكاشي وباقي كيحاولوا يديروا شي حاجه شادو والكر كيجي ميراي مجال وسترك تخدم شادو والكر بروك ديال الباسيف ديال ايكو غيقدروا يقتلهم مباشره اكاشي كيدير كيل كيبقى يزور فاضي صعبه 1 في 2 اذا شي اكاشي نوك اوف مباشره عنده الاي باش يرجع لور اكزور كياكل بيك بيرس اوف دامجز ولكن غيقدر يعيش هنايا بالشيلد ديالو نقدروا ندور على الفرق الجولد اخويا لوجي كان في الاول سات اوت فار ميراي وشوف الفرق دابا ميراي ولم اوت فار مي سات والفرق ديال الجولد كبير بزاف كاين 1200 جولد ديال الفرق وميراي كيمشي للتنين الثاني في هذه المباراه اللي هو تنين الغيوم اللي كيعطينا 10% ديال الكول داون في الالتيميت دونك مزيان بزاف على ايكو خاصه مزيان بزاف على اكاشي اللي يقدر يدير بروكسي بلاي حتى هو وعلى جاكس اللي يقدر انجيجي ويكويتونكي اكثر فاكثر غيخلي لنا هادشي الصور اللي تكون في هذه المباراه الروح غتكون ديال التنين الناري الانفينال دريك اللي كنعقلوا المشاهدين انه كيزيدنا 4% ديال البوف اي دي و اي بي كيسكني مزيان بزاف في الفريقين بجوج صراحه اللي يقدر يدي هاد الصور غيكون عنده واحد او دامج في الاوتو اتاك الاولى ولا السكيل الاول اللي غيهيتي دونك هاد الصوره دي مزيانه صراحه خصوصا في دي كومبو اللي فيهم بزاف البوك في البوتلينات وفيهم بزاف ديال الدمج في الميدان مثلا من طرف يون مثلا من طرف شادو والكر وحتى ايكو اللي في الليد جيم كيسكيري بواحد الطريقه ممتازه وكيبدا يوان شوت ديال البشر صراحه تخيل معايا كيو ديال فيلكوس كيقيسك وعندك السول ديجا راه فريمون بزاف ديال الدماج هنا ديجا كو التيم ديال فوكس جيمينغ كلوب خداو لي دو برومي دريك باقي لهم صراحه غير جوج وهنا التيم ديال ديك اير غادي تكون اوبليجينات كونتيستي دريك جاي سينو غادي تعطل بزاف هاد لا كورس ديال السول وهنا الهيرال اللي تخاد ككومبونساسيون داك الدريك اللي يلاه دار دابا اللي دارت تيم فوكس جيمينغ كلوب وكياخذوا به ما كياخذوش به البليت لاحظ معايا هنايا دريك فوالا توليت دقيقه البليت البيت كيتحب دقيقه 14 الدراري عقلكم اذا خاصكم ولا بدا الى خديتو ايرور تخون دقيقه 14 حطوه as soon as possible باش تقدروا تاخذوا الكولت ديال البلايس مزيان تحطوه اون بليس في الميد لين حيت الى خديتو توريد الميد لين هي الاولى كتعطيكم افونتاج كبير في البريشور ديال الماب على البوت جانجل والميد جانجل ديال الفريق العدو اللي ضدكم اذا نشوفوا هنايا صراحه نحطوه شو معطل ولكن ضربوا به التوريد بالتوا مزيان يعني شوف رينيكتون شحال كيضرب هذا اكاشي اللي ما يقدر يدير والو خاصو دابا شي تيدي يدير سوبر فار باك وعاد يدخل وباش يقدر يكون عنده شويه ديال السيفنس سينو رينيكتون غي وان شوت رينيكتون اللي باقي عنده لافونتاج جاني في هاد الميد لين ولكن بلاتي كيجي ميراي كيحاول يعاون الاير ديال اكاشي مباشره من طرف ميراي وما عنده كيفاش يدير هنايا شين تي سي يا سلام من طرف فوكس جيمينغ كلوب في البوت لين كاين واحد الانجيج من طرف دارك من جاري وصار كيخدم كيفلاش عنده بالفلاش من طرف البوت لين ديال فوكس ولكن ينزو فضي صابا كيتبرستا زونيا بورتوبيل باش يقدر يطومبوليزي باش يقدر ناكل ما سميت طومبوليزي مزيان كيجيب الكيل ديالو كيبقى نور كيفضي صابا ايكنايت من طرف هاد الكارما هادي والكيل كياخذو ازريل دبل كيل ولكن دارك كيطون كيتورال وكيموت وكيجي ميراي من جاري وصرا وكيخدم ستان على كوري ماكسمان بيك بيرس اوف دامج هو الباسيف وكوري ماكسمان غيموت بلي سبير ميراي عارف الدمج ديالو عارف العبار وغيخليه يموت كل بيبل دونت واتش اكسبلوجن هادشي اللي كيقولوا شي حاجه بحال هكا المهم غيخليه يموت وغيمشي الكارما نيف توبين كيبدا 1 في 1 وبين روماي اوه 1 في 1 سولو كيل من طرف اكس بيكس توبين على هذا المورت كايزر كي دايفا مورت كايزر بطريقه ممتازه جدا من طرف اكس بيكس وكيقتلوا سولو كيل واحد اخر اخي لوجي واش بيو تركا كانت كافيه لجاكس زعما باش يقدر يدايفي كاريمون هنا كتشوفوا ما احترموش سوتور انا كنت كنقول في الاول راه صراحه هاد التريد ما غاديش يربحوا ولكن انا براسي كنتغفل بالدمج ديال جاكس كنقول مي خصو ترينيتي ولا تو ايتيمز ولا شي حاجه بحال هكا باش يقدر زعما يكون سترونغ ولكن لا بيو تركا كافيه انا كنشوفو ميبي شاب ولا عنده اون ريبونس ا بارتير دو لا مينوت 15 انا في لا جيم دونك 3-0 وديجا عنده 2 كيل اون بلوس افونتاج على 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 مورت كايزر اللي عنده واخا عنده طابي نينجا ما قدرش يطونكي الدماج ديالو سو تور دونك ميبي هنا لا توب لين غادي تكون فيها واحد المشكل هنا بالنسبه للتيم ديال ديكا غادي نشوفوا هنا كيفاش غادي يحاولوا يرجعوا في هاد لا جيم اليوم ديجا معطلين 4K جولد ديكا اكاشي اللي كيدير لهم الطياره هنايا بهذاك الاو ديالو ما شنو هذا دخل عليه غادي يرجع بحالو زعما غادي كتحس به ديما غادي يربح التريد الا برك على او يس انديد هذا هو الافونتاج ديال هاديون هذا وكلشي كيعجبو هاد الشامبيون هادو بحال لوبلون اللي كيدخل ان بحال ايكو اللي كيدخل ان تاهو ازريل كان كيلعبو في الميدان تاهو اللي كيعجبو يدير داكشي ديال الخداع داش ان داش اوت دونك كنشوفو هنايا واش غيقدر يدير كثر بهاديون ديالو اللي لحد الان عنده 20 لا عنده 13 سي اس ادفانتاج على هاد شادو وركر كبرتي في الاكسبلاس الدارك على هاد اكاش هذا اللي كيضرب الاي ديالو مرات اخرى وكان ما عندوش فين يهرب غيخسر يرجع عليها ربما كيتسناو هنايا الفريق ديال الدكائر واش غنشوفو هنايا شي كيل في الميدان ولا لا في البوت لاين كيبدا ب 2 في 2 نوك اب كيتقم من طرف انزو ناروكي فاضيه صعبه ليزرز من طرف انزو ولكن تو ليت كيموت ليه ديجا ديالو
كيبقى عنده فضي صعبه 1 في 2 اوتو اتاك مره اوتو اتاك من طرف كريم ماكس مان والبوك ديال كارما والكيل من طرف دبل كي ديال كريم ماكس مان دبل كي كيف 200 كيلو تيم فايت 3 في 2 روما كابوكي كيموت مباشره كيبقى هنا 2 في 2 ميراكي ضرب الار ديالو كيدخل يشد وركر كيحاول يجيبوا الكيل وغادي يقدروا يشدوا هاد ميراكي 300 جولد شات داون كيديها الاستاذ سيت هنايا ممتازه جدا وغيبريشيريو هاد الميدان ياخذوا التوره الاولى غيدوروا التوره الثانيه اكاشي ما عندوش كيفاش يديفندي حيت باقي فول لايف تقريبا هاد شاد وركر باقي فول لايف تقريبا هاد السيت هذا اذا غادي يبريشيريو هاد الميدان تجيو البيدور كيم جا الاخرى اكس بيكس اللي شاف بانه مورد كايزر روما وغادي يتقب بها هذيك توبين كياخذ التوره الاولى ويهبط للتوره الثانيه حتى هي وطو اتاك مره وطو اتاك شوف زاكس كيفاش ياكل التوريلات ماشي يكفي باش يحيد لا ويف كامله جو بونس كو تي دو في التوب لين غادي يطيح الوغ واش ورث ولا لا تضيع التوره الثانيه ديالك في التوب لين باش دير كيل في الميد لين اون بليس دو سا تاخذ التوره الاخرى تي ان صراحه شون كو ديال هيرالد على ديك تي ان دونك انا جو بونس كو انا جو بونس كو تي ان ديال الميد لين وقت على تي ان ديال التوب لين انا جو بونس ابري حتى الكراتي ساي دينا التوب لين اللي طاحت ماشي تي ان اذا طاحت تي دو ديك ساره مشكل كبير ولكن بلاتي اكاشينا عاوتاني دخلوا عليه ولكن مع الاستاذ اكس بيكس هذه المره هذه تو فيتو ربما في الميد لين غادي نشوفوا جونجل ديف فيكتيم مع اي اف دو امبيرو واش يقدر يدير شي حاجه كيجي اكزور مره اخرى من البطين هاد السبور هذا لعب كارما وكيرومي بحال لعب تراش ولونتيلوس ما عمرني شفت شي صراحه كيرومي بواحد الطريقه ممتازه جدا ديما حاضر ديما حاضر ديك ار لاعبين بواحد السينرجي كبيره خمسه في الميد لين حاليا نوتيتين فايت كبير انا كنقول ميراي كيتقدم دوبل ستان لا غير ستان واحد من طرف ميراي على كوريا ماكس مان اللي غيتبرست انستنتلي غيموت وكاين تيم فايت دوبل ستان طرف ست في الباك لاين ولكن ما عندوش كيفاش يدير ما كاينش الفولو اب الار ديال اكاشي دوب نوك اب والايسر ديال الفيركوز هندسه الفضائيه يجيبوا الكيل 3 4 0 صفر من طرف فوكس جيمنج كلوب كنحبوا التيم فايت هذا بواحد الطريقه ممتازه واكس بيكس باقي بغا اكثر باقي كيتخدم بين جوج توريلات ديال 200 مع ثلاثه ديال الافراد معاه واش يقدروا يديروا اكثر ولا لا ستان ديال ميراي لايزرز من طرف هذا الاستاذ انزو اللي ما غاديش يدير تور دامج ما كانش مستاكي على ادرينالين صراحه غير باش يزوني شي شويه اكزور اللي غيبوكي شويه ميراي كيدخل عليه كيعطيه تا هو كيو كيعطيه باش يفوكا باك وغادي نشوفوا بانه تي ان ديال 200 ديال الديكا ار غادي في دقيقة 19 ثلاثة ديال البروج لجوج لصالح فوكس جيمنج كلوب جوج ديال التنانين لصفر من لصالح فوكس جيمنج كلوب و35 كاغولد ل 31 فقط هادشي زوين وغنشوفوا ربما التنين الثالث من طرفهم التنين النار الانفيرنال دريك اللي غيعطيهم بف ديال اي بي والاي دي مرة أخرى البيج بيرست اوف دامجز هنا غيبداو من طرف انزو من طرف ايون ومن طرف ميراي نشوفوا الريبلاي يا خويا لوجي شوفوا الريبلاي ديال الاكسيون هادي شوفوا كيفاش تيم فايت داز تيم فايت بالنسبة للتيم ديال فوكس جيمنج كلوب شوف معايا هنا ميراي اللي غادي يبدا الاكسيون بالستون ديالو اللي غادي يجي في ازيل واخا داشا اوت ولكن ستون قبل ما يمشي ومن جهه اخرى عندنا ديكا دارك اللي كيستوني جوج ناس ولكن يشوف البوزيشنمون ديالو كيف بزاف ديال الدمج واخا كيكا لي دبليو ديالو كيموت رابيدمون مورا ديريكتومون كيموت مورد كايزر اللي مسكين ما مطوكيش مزيان باش يقدر يعني يهز دمج وان كونتر باتي بغاو يدايفيو باش يزيدو يكملو ولكن لي دو زوتر مومبر مشاو لور يعني مشاو بوزيشن سيف بغيت نفهم الريزو كيفاش تيم ديكا ار كيخسرو ذات هارد لي فايت ساشون كو الفرق ديال الجولد دابا كتشوفوا 4 كا جولد ولكن يلاه كان 3 كا جولد تقريبا ماشي شي فرق كبير بورتو ملي كتجي تشوف شنو كيطرا في التيم فايت كتقول راه كاين شي فرق كبير ديال الجولد انا ملي كيخسروا بهاد السهوله هادي هو بلاتي نشوفوا بدا هاد 1 في 1 في البوت لين ما بين شادو وركر هو والاستاذ جاكسون يعني نيفو 13 نيفو 13 بورك من طرف شادو وركر باش يقدر يهرب هو كما كنت كتقول صراحه ويرد انهم يخسروا هادشي كيبان لنا في التيم فايت نقول لك علاش كيخسروا هو انه سينرجي ديال فوكس اكثر من ديال ديكار انا كيجيب لي الله باسكو هنا في التيم فايت الاخرين مثلا شفنا حتى دخل الباك لاين ودار دوبل ستان زيرو فولو اب من طرف ديكار حيتاش كانوا مشغولين اللور مع ميراي اللي وان شاط لهم راه دي سي البوزيسيونينغ ديال فوكس جيمنج بعامه كيبقى احسن من ديال ديكار في التيم فايتات وكيلعبوا مع بعضياتهم بواحد الطريقه سلسه اللي ماشي كاع كيديروا لي موف بلا ما يديروا دوك لي كورز اللي خاصهم يداروا دونك فريمون كيلعبوا بواحد الطريقه ممتازه لي تيم فايت كيكونوا كلين من طرفهم وان شوت طاوله دي سي سيت دخل الباك لاين ستون جوج تبعوا اكاشي بالار ديالو ما كاينش الفولو من طرف ديك اير وان شوت او سيت حتى هو كيمشيو لهم جوج الافراد كيدخلوا عليهم كيبقى غير شادو وركر ما عندوش كيفاش يدير وخصوصا هاد مورد كازا هذا اللي بيهايند حاليا 04 ما قدرش يدير الامباكت ديالو في التوب لين وعنده واحد الفرق ديال 20 سي اس ما بينه وما بين اكس بيكس تيدير جيم ممتازه بجاكس ديالو ربح الاولي جيم الوغ كان عنده ليت جيم تشامبيون وبلاتي نشوف ربما كاتش انا على الدارك انا كيدخل اميرا كيدخل ايون مباشره تي بي في الميد لين لا من طرف اكاشي اكاشي كيدخل في الباك لاين ليزرز من طرف هاد الفيركوس هذا اكاشي كيرجع اللور كيل كياخذوا اي دون برون مباشره ميراي كيتخدم حتى هو كيرجع اللور كيدخل اكس بيكس الباك لاين لا ديال سنه باش يطوبوليزي كيعطي الشيلد هنا شادور كرفه ديال صعبه 1 في 4 كيضاشي عليه كاملين ميراي كيدخل كيدير كيل كي فلاشي اوت يا سلام الخفف في الاداء هنا يا ميراي هذا كيدخل على الدارك مباشره 2 في 1 تحت التوريه الثالثه في الميدان وغيقدروا يقتلوه حتى هو تقريبا كاين ايس من طرف فوكس جيمنج كلوب كيبقى غير روما كابوكي خصو يديفندي بوحدو 1 في 5 هنايا شنو غيقدر يدير كيتستنى وغادي يقدر يموت هادشي اللي عنده ما يدير صراحه غادي تمشي التوريه الثانيه في الميدان غتمشي التوريه الثالثه في الميدان غيمشي لينيبيتور في الميد لين وربما نشوفو نشوفو ناشور ربما نشوفو ناشور اكزاكتلي فوالا دوك شوف معايا التيم فايتين ديالهم عاوتاني اونكور فوا هنا عندهم الجولد صراحه لصالحهم ولكن اون بليس دو سا كيف ما تكلمت على البوزيشنمون ديالهم كيعرفوا فريمون كيفاش يسينرجيزو التيم فايت ديالهم اون بليس عندنا ريبلاي باش نعاودو نشوفو التيم فايت هذا فوالا نشوفو الريبلاي باش نعاودو نشوفو لي زاكسيون
بلوز اون ديتاي نشوف معايا كيفاش بدات لاكسيون. ديكا اللي كان كيقلب على الفايت يعني كانت عنده النيه ديال انه يدابس بداو كيبغاو يدابزو، ولكن هنايا السؤال حاشوف اكاشي دار الاو وشوف على ديماج دار في الباك لاين رجع كاين ليزر كيزوني ديال فيلكوز كيجي ميرايت يقتل واحد توا كيرجع دونك جوج اللي كاين على والو وبهذا الشيء كلشي سيف. من الاخر كيبقى هنايا شادو وركر بوحدو مع الدارك اللي ما يقدر يدير والو. شادو وركر كيداش على ميراي كيقتلو الخفه في الاداء ديال ميراي هذا كيداش ان كيفلاشي اوت وكيدير كيل ديالو. كيبقى روماكاو كيبوحدو في الاخر 1 في 5 ما عندوش كيفاش يدير صراحه بواحد مورد كايزر اللي دار 04 ما عندوش اندوار ايتم ونص وطابينين جاي يعني صعيب بزاف الحال على ديك ارانيا والفرق ديال الجولد غادي وكيوسع اخويا لوجي. شوف الفرق ديال الجولد هنايا 8 كا جولد ما بين الفريقين لصالح فوكس جيمنج كلوب والسول بوينت خاصه السول اللي غادي تبان من دابا دقيقه ونص دقيقه 30 ثانيه 6 البروج لجوج فقط. عرفتي البروج شحال كيعطيو ديال لافونتاج الجولد هادشي اللي داير هاد لافونتاج الكبير صراحه وخصوصا الجنجل هنايا اللي خدا لافونتاج كبير. ميراي اللي عنده 7 ديكيل عنده ايكو ليد جيم غير بلا ونشوط طبيعي عنده واحد لافونتاج ديال 40 سي اس على الاستاذ دارك 40 سي اس في الجنجل ماشي 40 سي اس في اللين عنده واحد امباكت كبير وكبير بزاف صراحه. اذا نشوفوا واش يقدروا يكملوا في هاد الاداء هذا فوكس جيمنج كلوب واش يقدروا يصنبوا ليه ولا ربما المعجزه والكومباك عاوتاني مره اخرى من طرف ديكائر. هادشي غيبان على المقليه عاوتاني كاشي كيدخل كيدير الاير ديالو جوج الناس كيتنوكاو اب كيدير دامج ديالو ليزر من طرفين زوم جال اخرى يقدروا يقتلوا اكسور وكيرجع كاشي بواحد السهوله بأو كيبرك على بوطون وكيرجع اللور. هاد الشامبيون داخل سويت بانانا كنقول اخي لوجي صراحه شي كيفاش كيقدر يدير الاو ويفيس تشيكي وما يخافش كاع زعما يدخلنيش انا شما ترى غادي يرجع بحالي بأو وقيلا كيقدر يتكونترا شويه بروتاسيون ديال السي سي وانا نشوف معايا هاد الكيل هذا اللي كيعطيهم اوتوماتيكمون لاشور غادي باكي وغادي كلوزو الجيم. فوكس جيمنج كلوب اللي عارفين كيفاش يساليو الجيم ا بارتير دان افونتاج دونك مع كيف ما قلتي قبيله منين بداو يرجعوا الفريق الجولد لصالحهم من تماك سنوبولا وافيكتيفو ما داروا حتى شي ميستيك تقريبا هنايا فوكس جيمنج كلوب حتى ميم با ان كاتش ميم با شي حاجه اللي زعما اوفر ستاي والو ريان دو تو دونك لو طالون هنا اللي اون بلوس الهارد ورك ملي كتجمعوا بجوج فرقه واحده كيعطينا فوكس جيمنج كلوب تبارك الله اليوم 3 دريكس ديجا اون بلوس غادي في الكاتريم دريك غالبا هنا راه قرب يسباوني وميبي غادي اكاشي غادي يعاود يزيد يدير لهم طيران على دارك باقي كيدبز هنايا مع الدارك 1 في 1 كيبدا نيفو 11 ضد نيفو 15 ما عندوش كيفاش يدير الدارك انا خصو واحد راسو كان دايز حدا فيلكوز هنايا اكاشي قال ليه واش بغيتي واحد هيل قال ليه اكاشي واخا كان فور لايف ضربوا بهيل نو هيل فيلكوز هنايا حاليا ولكن في التوب لين فوكس جيمنج كلوب كيتخدموا ميراي كيمشي على الباك لاين عنده الاير عنده توا السيفنس ديالو غياخذوا انيبيتور ديال التوب غياخذوا انيبيتور ديال الميد وعندهم هنايا اوبن بيز هنايا الفريق ديال ديك ار صعب الحال واش كوري ماكس مان يقدر يدير عنده 6 كيل هو الوينينغ كونديشن كيبان ليا هنايا في هذا الفريق حيتاش ما عندهمش الدمج اللازم يحاولوا هنايا يجبدوا ناروكيا اللي غادي يقدر يجوكي هنايا شادو وركر كيفلاشي ان كيتوني ناروكيا كيموت كوري ماكس مان كيدير كاين هنايا 4 في 5 كاين دارك مباشره جنجل ديال ديك تيم في البرتوش انستنتلي قدام روماكا بوكي روماكا بوكي ما يقدرش عليه 1 في 1 جوج ديال ليفل الفرق غيمشي يطون بوليتي فقط كيجي شادو وركر كيحاول يستوني ربما يديو الشوت داون على هاد اكس بيكس هذا مباشره شوت داون على رينيكتون وطرق هنايا سوبلكس من طرف ست على باك لاين ميراي هو انزو فاضي يصعب الهرو داك ضبط الطرف وركر ولكن طابيش كثير من طرف فوق من كلاب ميرا كيدير كيل ما عرفناش كيفاش وكيتخدموا هنايا كيتخدم اكس بيكس كي لا مش بغيت نقول بغيت نقول روما كابوكي 1 فور 1 سو فار ولكن كيبقى هنايا اكاشي 1 في 2 مع شادو وركر كيتخدم عليه كيستني كيجي هنايا وستاد كون ماكس مان تا هو كيحاول يعاون ميدير ديالو اكاشي غيرجع لذاك ما عندوش فين يهرب كيرجع اكاشي كيتبوكا كيتكزوستا كيداش عليه كون ماكس مان وفي وان بالاد تو ميد لانر شادو وركر كيرجع اللور كاين بزاف ديال السبير كاين سوبر سبير خاصه ناشور باف هنايا اكاشي اللي غيدخل ان فلاشين والكيو والنوك اب والكيل من طرف الميد لانر ديال فوكس جيمنج كلاب غيبقى 1 في 2 مره اخرى حيت كيرجع اكزور وكيدخل بالاو ديالو كيف فانتي بنادم هنايا ما كاين غير الفانت وكيعاود يبرك على اوكيتش اللور تيجيو البيد فوكس جيمنج كلوب لمره اخرى واخا هادشي فايده دابا مزيان لديكا اير كيبان لي بانه ماكشي شي افونتاج كبير ياخذو ياخذ منه يقدروا يديفوندو لا باس ديالهم حاليا صراحه بداو وخداو شاد داون تاع جوبونس غيعاونهم ولكن سكاي دات ولا دابا صراحه ديجا ضيعوا بزاف ديال لي ستركتور غادي يبقاو اوكوبين بسوبر سبيرز جوبونس كو فوكس جيمنج كلوب دابا يمشيو نيشان ياخذوا السول ديالهم وبالنسبه لي الا خداو السول راه تقريبا لا جيم تقريبا ديجا اموتي ربحوا هاد لا جيم هادي ما عرفتش صراحه واش نقدروا كونسيديريو هادشي كوم ميستيكس دابار ديال فوكس جيمنج كلوب ايت واخا كاك راه سيف صراحه انا شوف راه كتعرفهم كي دايرين كتعرفهم بالضبط كي دايرين كنعرف مزيان ميراي واسما في الميد لين كنعرف حتى ناروكي كيفاش كيلعب وملي كيكون عندهم لافونتاج دائما كيحاولوا يهاويو الماكسيموم ديال الفن اللي يقدروا يهاويو حيت عارفين بانه الجيم راه يقدروا كلوزو وقت ما بغاو كياخذوا هاد التنين والروح كتمشي ديال النار ولكن شوف اكاشي على دماج الدري عندي نصيحه الاير ديال اكاشي وكيرجع اللور خفه مره اخرى كاين في البوت لين كوري ماكس ما كيتبوكا بزاف من طرف ميراي كيحاول يكاتي باك كيحاول يدير كيل ديالو ربما ميراي فاضي صعبه ميراي خصو يضرب الاير وخصو يرجع اللور وكوري ماكس ما اللي باخا واخا كاك ازال ديالو عنده الدمج اللازم باش يقدر
كايتي هو الوحيد اللي عنده دمج في التيم هذيك بليا بالاثر ديالو باش يقدر يكايتي، ولكن بلاتي شادور كيدير البرك على ميرا اللي ما عندوش الاير مع انزو بالحق مع البوك ديال انزو مع السلو ديال انزو مع البيل ديال هذاك السيبور اللي عندهم حاليا في البوتين. هو شوف كيما كنت كنقول لك فوكس ملي كيكون عندهم لافونتاج كيحاولوا يهافيو فن. دابا نيرا صراحه هافوا بزاف الفن، دخلوا تقريبا مربوحه بالنسبه لهم، مربوحه هي صراحه صعيب انهم يترويو حيت شوف بالنيفو ديالهم ما كيديروش لي فوت، ولكن هي كيحاولوا يهافيو فن بعض المرات كيديروا دي زينجيج مشيت لهم ميرا كيدخل 1 في 5 مثلا داكشي. ولكن شوفوا هنا شنو غيوقع، لايزر من طرف الكوز، هنا فلاش من طرف دارك، يا سلام تريبل ستان هنا من طرفه سوبريكس اربع الناس الباك لاين، الدارك غيموت بالحق، ولكن كيجي هنا جانجل ديفيك تيم كيدير كل عليه كيدخل مباشره شادو والكار في الباك لاين على واحد على ثلاثه الناس، ولكن غيموت برك من طرف ميراي كيخدم اكاشي في الباك لاين تاعو، ولكن عنده الاو كيرجع لور كيبقى سيف ثلاثة ماتو زيرو ماتو من طرف هنايا فوكس جيمنج. ولا لا واحد اللي كيموت هو انزو سوبر ماشي مشكل، جانجل ديفيك تيم كيستخدم على كل ماتش كيدير شي ميراي، وميراي كيدير الاير مره اخرى كيرجع لور تريبل كيل من طرف جانجل المغربي، وغادي نشوفوا هنا الاير من طرف كل ماتش 1 في 4 واش يقدر يديفندي ولا لا. بقات ليه الاير ديال اكاشي، يا سلام على دماج من طرف ديون خيخصو ديد مارك تهلا في راسك اخي ديالي غادي يموت بالاو، وفوكس جيمنج كلوب غادي يسكريو الوين الاولى في هذه البيست اوف 3 في هذه المباراه ديال الكينجز ترايل في هذا النهار مع هذه المباراه كيجيو البي ديهم. غنشوفوا ربما الكومباك من طرف ديكار في الجيم 2 ولا دومينيشن من طرف فوكس جيمنج تيم في الجيم 2 حتى هما تيجيو البي ديالهم تيجيو البي ديالك اخي لوجي. ثانك يو فور ذا كوكاسي جيجيو البلاي التيم فوكس جيمنج كلوب وسورتو الاكاشي اللي ورانا تقريبا بزاف ديال لي بوسيبيليتي مع ديو شام. صراحه ما كنتش كنتخيل يقدر زعما صراحه يسيتابي بلايز بحال هكا بالاو ديالو سورتو. دونك واخا لاحظ معايا خسر يعني سام تريدز في الاورلي جيم، ولكن شوف معايا كيفاش سالا لا جيم، سالا هاد سالا بشات داون فوق راسو، سالا فيري 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 سترونغ وديبلوكا بزاف ديال البلايز. انا شوف معايا الدمج ريزو، شوف تيم فوكس جايبنا دمج شويه معصب صراحه، شويه معصب. انا نعطيهم نصيحه دمج اللي نقدروا نستنتجوا من هاد الجيم الدراري هو بان يون، الا ما بانيتوش يون الدراري ما حد باقي ما تنرفعش حتى يلاه خرج البارح وبان لي بنو عنده واحد البيز دمج مرتفع اون بليس، عنده واحد السيف نسائيه في لين بالاو، عنده داك الاير ديالو كيدير واحد نوكوب على كلشي. الا كان كيتلعب عند شي ميدانير مزيان بحال اكاشي مثلا كيبين لينا شنو كيدير، واخا تصلو كيلا جوج المرات في اللين راه كاري هاد الجيم نقدروا نقولوا، حيتاش الدمج والبريشر اللي كان داير في تيم فايتات هائلين جدا. 27 كا دمج هو الاول في التيمات بجوج، تبعو ميراي عاد كيجي كوري ماكسمان في التيم ديال ديكا اير. دونك جيجيو البيد فوكس من غير الافونتاج اللي عند اكاشي على زعما اون طونك بيست ميد لينر دابا اللي كاين في لا ريجون، كاين لو فيت باللي اللعابه مازال ما مولفيش يلعبوا ضد يون، يعني هاد لو مونك دو كونيسونس يعني كيفاش تلعب ضدو، كيفاش فين هي السيف زون، فين نقدر نوقف، كيفاش نقدر نتريدي اتسيتيرا مع يون. راك عارف عنده بحال كيو دي اسو يعني يقدر يفوت الرانج لوطو اتاك، الرانج دبليو تا هو يقدر يربح به سام تشانكس بحال كاستم تريدز، هادشي كامل كيخليه يلعب ا سون افونتاج. اونكور اون فوا انا كنشوفو باللي اورلي عنده شويه صراحه شنب، عرفنا باللي لورلي ديالو خصو يكون مور سيف، ولكن لي بوسيبيليتي هنا باش يبدا باش يستابي بلايز في التيم فايت ديالو دوبل نوك اب روتاسيون سي سي ميراي دي سينرجي عرفتني مع ميراي مصيبه فوكس جيمنج كلوب كيفاش غادي يديروا معاهم دابا الدكاير ديجا خاسرين 1-0 في البيست اوف 3 ديال كينجز ترايل ديال 5 اديسيون ديال كينجز. غادي نشوفوا دابا كيفاش الدكاير غادي ستاديو يعني البان فيز ميبي كيف ما قلتي يبدلوا يبانيو كومبليمون يحيدوا عليهم هذا المشكل ديال مونك مونك دو كونيسونس دات شاب. من جهه اخرى بغيت نقول باللي تبارك الله لي رومبلاسون يعني اكس بيكس او انزو اللي داروا انزو اشوف انا اخويا شوف انزو 100% وين ريت اخي ديالي مع فوكس جيمنج كلوب فيما كيلعب انزو لحد الان لعب مع عمر بعد الجيم مع عمر ما خسر. زعما صراحه هذا ماشي سب هذا راه سب تبارك الله عليه. اذا نشوف ربما انزو بقاو لي جوج اللي ما لعبوهمش بقى لي ميد وبقى لي توب، واش انا فوكس يعطيو الفرصه يلعب ميد ونشوف ربما شي ازرال ديال اكاشي في البوتين مع نالوكيا ولا لا. اذا كنتو كتسمعوا الدراري ديروا لي موف مع انزو عطيو 100% وينيت وكاع يعني باش نقدر نبقى نقول في الكاست تبارك الله عليكم. ونشوفوا هنا ديك ار كما كنتي كتقول واش غيبدلوا الدرافت ديالهم واش يبدلوا لي بان ديالهم حتى هما، واش غادي نشوفوا هذاك البان ديال يون، واش نشوفوا هذاك ايكو كيتسكر هو الاول حتى عندهم مين ايكو في الميد عندهم ايزي ماتش اب في الجنجل تاعو بايكو ديال دارك. دونك مرتاحين بجوج فيهم خلاوه تيدي لهم الاستاذ ميراي وكيقدهم مع راسهم الاستاذ ميراي. هادشي غنشوف على المقارب اخويا لوجي، الا عندك شي حاجه ما تقول قبل ما نديروا لا بوز. نو جو بونس كو اون اي بري صراحه السكند جيم، بغيت نشوف سورتو الدرافت كيفاش غادي يدوز، وغادي نخليكم مع واحد بوز ديال 5 مينوت قبل ما نكملوا السكند جيم ديال كينجز ترايل 1-0 عند فوكس جيمنج كلوب سو فار. ولكن واش غادي يقدروا دارك يلقاو شي استراتيجي ولا شي كامباك سيتويشن باش يرجعوا فهاد الاديشن هادي، نشوفوا هادشي مور 5 مينوت. نخليكم الدراري ما تمشيو فين. بيس.
دو غوتور الاصدقاء بور لا دوزيام جيم هنايا ديال فوكس جيمنج كلوب ضد دي كي ار في محاكمه الملوك كينج ترايل فورث اديشن. غادي نشوفوا شفنا لا جيم الاولى صراحه اللي كانت فيري فيري انتريستين في الاورلي جيم سورتو فاش دي كي ار قدروا انهم يكريو لا سوربريز او ميم طون كان عندهم صراحه الاورلي جيم ولكن دوماج ملي ما سنوبولاش على داك الاورلي ليد اللي خداو فوكس جيمي كلوب اللي ديريكتومون كيتركوا الموقف ما كيخليوش داك سنوبول يتبيلدا كيرجعوا الفريق الجولد لصالحهم اون بليس هما كيبنيو سنوبول لجهه شوموما باش خداو لي توغيل كاع لي دريك لو ناشور وسالوا لا جيم الريزو. شنو الراي ديالك في الجيم اللي دازت وشنو التوقعات ديالك في الجيم اللي جايه؟ شوف انا صراحه رايي ديالي في الجيم اللي دازت هي انه كانت جيم ممتازه بعدا من طرف فوكس جيمينغ اللي واخا كان واحد الدوبل سولو كيل في الميد لين واخا كان واحد الاولي جيم ادفانتاج نقدروا نقولوا صغير من طرف دي كي ار قدروا يبقاو كالم يبقاو كل هدد ولعبوها مزيان صراحه كنعرفوهم كيفاش كيلعبوا. يون اول مره نشوفوه يون شامبيون بان لي انايا بامال عليه كيبقى فريمون عنده لوتي تكتيكيره بديك الاي ديالو باش كيدخل كيدير دامج كيرجع في تيم فايت كومبيني مع ايكو دوبل باك لاين فوكس منهم بجوج من بعد كيرجعوا بجوج لور كيبقاو سيف كيجيو الاخرين للور كيدخلوا لقدام كاين واحد السواب بيناتهم سينرجي بيناتهم. وي كنشوفوا هاد هاد الباترن اللي كيتعاود اكاشي كيدير او كيدخل يدير الطياره كيرجع كيجي ميراي حتى هو تيدخل تيدير الطياره كيرجع بالتي ولا ريجي كيقولوا لي بلي سينيو غادي يلعب سكند جيم بلاست اكس بيكس دونك هنا اوكي لا تاش فايت اكثر ديفيسيل بالنسبه للتيم دي كي ار. شوف معايا الريزو هنا المونطال ديال التيم دي كي ار اش من سيتواسيون غادي يكونوا فيها دابا هما ديجا شوف ديجا خسروا مع سب خسروا بسب دونك يعني صراحه غيدخل سينيو اون بليس سينيو كيعطي واحد الجيتي كبيره الا ما عمرك ما عرفتش فاش شفتي دي سكريم زيرو ملي كيكون الاوديو اكتيفي ولكن سينيو عنده واحد الماكرو انسين في الجيم من غير الميكرو بلاي ديالو في التوب لين عنده واحد الماكرو كيدير لي كول كيشوف لا ماب كلها كيدير لي تي بي في محلهم دونك غنشوفوا هنايا سينيو سينرجي اون بليس عنده مع تيكتر من اكس بيكس اللي هو سب دونك غادي نشوفوا هنايا سينيو في التوب لين ضد الاستاذ روما كابوكي. روما كابوكي اللي حيدوا ليه كامي ديالو خدا مورت كايزر ما دارش اداء مزيان صراحه سلب واحد 6 ولا واحد 7 دونك ما يقدرش يدير لامباكت ديال مورت كايزر. لا لين اللي درت بلوس دامباكت انا بالنسبه ليا في لا جيم حيت بالنسبه ليا خاصو كخصو يربح داك الاولي جيم كان لصالحو اصلا مورد فيرسس جاكس و مي بون مالوغوزمون لا لين ماشي دائما كدوز كيف ما كتوقعها. نتمنى نشوفو دابا غيلعب ضد سينيو دونك سي انكور بلو ديفيسيل ولكن انا هنا فين كنعرف التيم اللي فريمون عندها هذاك لاتيتود سيريوز اللي واخا تكون كتشوف راسها لعبه زعما لاطاش صعيبه قدام خاسرين دابا بجيم دابا ديجا باش يربحوا في كينغ سترايك خصهم يربحوا جوج لي جيم حيتاش هذا بيست اوف 3 وديجا خاسرين الجيم الاولى الا بغاو يربحوا ياخذوا الصنطه دونك شو خصهم يربحوا تو جيمز ديجا ديفيسيل تربح وحده ولكن واخا هكاك الى 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 حنا بالنسبه لينا صراحه حنا ككاستر وجيماجين حتى نتوما بالنسبه لكم فيورز غادي نشوفوا هادشي من بعد او نيفو ديال البول اللي غادي يديروا اللي غادي يديروا في ستريم ولكن خاص ضروري تيم تكون عندها البليف لانها غادي خاصها تربح. وبالنسبه لنا حنا الكاسترز اهم حاجه نشوفه هو لو شو ولا فولونتي ولا جود بلايز والفرص كيف ما بدات لا جيم صراحه الفيرست جيم شتي كيفاش بدات الريزو كانوا فرص تكريو من والو وبدا واحد لافونتاج وانا عجبني حال بزاف حيتاش كتبين لاتيتود ديال لا تيم و بون ابري خاصك صراحه شويه ديال النيفو وشويه ديال لو طالون. وهنا الجيم الجيم تشامب سيليكت غادي تبدا ونخليكم مع ميمينتو الريزو باش نكونطيو لكم هذا لا تشامب سيليكت انديد غادي نلتحقوا بالاستاذ ميمينتو. ميمينتو كتسمعني؟ ميمينتو صافا بارك الله عليك استاذي كي جاتك لا جيم 1 كي جاتك لا جيم 1 شنو كتوقع في لا جيم؟ كانت جيم زوينه امبورتانت باك ايرلي جيم من بعد صراحه ميراي واكاشي عندهم سينرجي زوينه سو دي ديد ريلي جود يس انديد هنايا انا هو صراحه هو لو ميور جونغلور في المغرب حاليا ما يحيد عليه حتى واحد جراند ماستر حاليا كان تشالنجر دونك ما غاديش يحيد عليه شي واحد تشالنجر ليفل بيك تشالنجر بيك يا تشالنجر بيك دونك مجهد وهذا ما يحيد عليه حتى واحد. نقدر انايا نقول لك هو اللي كنتوقع بزاف من هذه المباراه وما كرهتش توقع هي انزو يمشي للميد. الا مشى انزو للميد يكون بعدا زاد واحد لين واحده اخرى الا ربحوا هذه المباراه فوكس جيمنج ربح فيها مع فوكس ما كرهتش نشوفها. دونك دابا نهضروا على البيك اند بانز تبعنا كارتوس عاوتاني مره اخرى انزو وحيدو كيتلين غريفز من طرف فوكس جيمنج باش الى يقدروا يتارغيتيو عاوتاني انزو حيدو ليفل كوز ولا شي حاجه يو دونت نو يو نيفر نو صراحه انزو صعيب راه كيلعب بزاف ديال الشامبيون واخا هكاك ويقدر كاع يقلب سيبور بحال اللي دار الجيم اللي فات صراحه فارمانا روكيا بسنا وخذا تي بي دونك نشوفوا واش يقدر هنا انزو يبين لنا شي بيك واحد اخر جديد ولا لا. شفنا زاك ديالو شفنا فيلكوز ديالو وشفنا كارتوس ديالو كارتوس مشى فيلكوز باقي كاين زاك واخا كاين ولكن الا كاميرا دابا نشوفوا زاك نشوفوا شنو غيوقع هنا كارما كتحيد من طرف فريق ديال دي كي ار دونك معولينش يلعبوا هذيك الكومبو اللي فيها كارما دونك البوك بوت لين يبقي ازريل كاين واش غيعاود يلعب ازريل كوري ماكسمان ولا لا هادشي اللي يبان عندنا من قريب. البان الثالث من طرف فوكس جيمنج غيبان دابا من روكيا ولكن خصوصا لو بوان اللي وقعناه ودخل سينيو
سينيو كيدخل لحلبة المصارعة وغادي نشوفو هذا امباكت هذا كاليبر واحد اخر عاوتاني كاليبر واحد اخر حتى هو جراند ماستر بيك هاد السيزون هادي دونك انا كيمشي خازيكس اوكي سينيو دابا تيجيب شويه ديال ستابيليتي للفرقة جو بونس كي 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 كالميهم شويه باسكو هي تشيل دونك كيولي اللعب شويه ثقيل بعقلو بعقلو ولكن شوف ما كيتبانش يون واش غنعاودو نشوفو انستا بيك يون هنايا علاش ما يبيكيش الى اوبن بيان سور يبيكي انا صراحه خصو يتبيكا باسكو كيفاش بينا اكاشي بيتو يون ديالو يقدر يدير لهم عاوتاني الا ما تبيكاش راه ما عندوش ناروكا باقي ما عندوش يون ولكن هذه المره لا عنده صافي يون كيتخاد مره اخرى نشوفو يوم الدري واش هاد المره نشوفوه في الجانجل واش نشوفوه في ميدين يقدر انا يكون قال لي ميراي وصافي لعبتي به مره عطيه لي دابا انا نجربو في الجانجل في الجهه الاخرى انايا واش يخليو داك ايكو ولا غيبيكيو انا عندنا واحد الميدلينر اللي طلع ماستر بايكو هي از ريلي غود بايكو دونك واش غادي نشوفو الا في الكومفورت بيك ديالو هما يا خاسرين واحد زيرو اي سون فاسو ميور خصهم يبيكيو ايكو كيفليكسيو بجوجهم كيقصروا مزيان بايكو ان ماي اوبينيون بيتر جو ايكو يا اي ثينك بيتر جو ايكو هنايا ولكن رينيكتون مره اخرى اوكي دونك رينيكتون هو صراحه ما نكذبوش رينيكتون كان عنده لين ادفانتاج على يون في الاورلي جيم صرو كلا جوج مرات كان دينا ماتش اب واحد يوني بزاف اللي يسحب اليوم يوني fighter ولا he's a pure assassin بحال قلتي زاد وياسو he's not an assassin he's like a skirmisher so خصو واحد يفكر بحال بيلدهم بنفس الطريقه ولا I think يوني كيخسر ضد مثلا fighters بحال رينيكتن كاميل he lose hard early game وكاميل باقي open ولكن كملتو items he's really really strong صراحه كامي باقي اوبن هنايا لروما كابوكي واش غادي نشوفوهم عاوتاني كيبيكيو كامي ولا نشوفو سينيو اللي يبيكي كامي هنا باش يحيدها لروما كابوكي غنشوفو هادشي عن مقارب هنايا البيك عند ميراي شنو غيختار يدير كيبان لنا بانه تخدا ازرايل في لا دي سي دونك مرة اخرى نشوفو كوري ماكسمان في لا دي سي اوكي مالفيت ياسو 100% لا غيديرو يزو يون غيديرو الكومبو ديال الاخوان في اوكي غنشوفو واش غنشوفو يزو يون ولا لا هنايا عاد بيكا ياسو إذا تفكى يزو صراحة It's going to be fun صراحة أوريانا سينيو كيدير يا ربما وينك وينك ديك شي ديال أنا كنشوف كارايزو أوريانا غادي تفكى Let's go أوريانا كتفكى غنشوفها في ميدين من طرف أكاشي إما غادي يكون يوني جانجل ولا يوني بوت خضر نشوفه يوني بوت ولا يوني ياسو بوت إلا دا يوني ياسو زعما ليترالي غنشوفو مالفيت لي أنا يقدر يكون جانجل يقدر يكون توب تا هو ولا نشوفو كاع مالفيت صراحة ما نشوفش ميراي لعب مالفيت نو ايديا ايكو اوكي دونك أنا كيحتارمو كياخدو ايكو أنا غنشوفو ايكو ربما نشوفوه في الميد ولا في جانجل حتى رينيكتون تا هو فليكس ميد ولا توب دونك باقي معرفناش حاليا شنو غيلعبو ديك اير بالضبط حتى الأساتذة ديال فوكس باقي معرفناش بالضبط أورينا بوحدة لي كتبان لي غتلعب ميد باسكو ما بانت ليش أورينا تقدر تلعب شي خمسة أخر تقدر زعما هي فيابل ولكن strongest في الميدلين غنشوف شنو يديروا بها اونتو كالبان اللي موراه هو ديال ريكساي دونك انا كيفوكسيو الجانجل كيقولوا بان داك يون ما غاديش يكون جانجل اوكي ريكساي كيمشي للاستاذ ميراي غنشوف شنو غيزيدوهم كبانز واحد اخرين سي ميمينتو انا انت غير نقول لك شنو اللي بان لك مزيان ضد ازريل كاديسي ملي كاينه كيتين بانيا وكارمان بانيا شنو نقدروا نلعبوا في البوتين ضد ازريل اش اوكي وي انا بعداك ما عجبنيش ازريل كان يعطيو كان يعطيو الكورين ماركسمان اي دون نو ميبي شي حاجه اخرى كانوا يلعبوا على بوت يعطيو لايك ايرلي جيم تشامبيون برايو بوت بحال اش ولا ايوا انايا كيخليو ليه كيخليو اش ولكن كياخذ ازريل كيختارها ولكن كامي كتمشي دوك راه ما كابو كي ما غاديش نشوفو كامي ديالو فهاد البيست اوف 3 من غير الربح هاد الجيم وشفناها في الجيم 3 هادشي اللي نشوفو عن مقاليل في جاله اخرى ديال ديك اير بقى لهم بان واحد قبل ما يديروا البيكس ديالهم غنشوفو شنو غيقدروا يبانيو هنايا ربما نشوفو رامبل بان اوكي من طرف سينيو باقي فيورا اخويا ميمينتو باقي فيورا ديال سينيو كيفاش كنت فيورا فهاد الميتا ما كانت بلايند بيكاش صراحه ولكن اتس ريد سايد كونتر بيك مزيان يا اوكي دونك انايا عندهم اون بليس كونتر بيك انايا كي جاكس لي سترونغ يا جاكس ما كيتبانش دونك ربما كامل سترونغ بزاف واش سينيو كيلعب جاكس انت كتعرف عليه شي حاجه اي ثينك سينيو لعب بحال سينيو ما غاديش يجي جاكس صعيب هيت تشامبيون از ذات سترونغ ذات هارد تو بلاي زعما ماكس ساهل واخا ماشي بحال كامل ولا بلاتي تريش الاكزور هنايا دونك انايا عندنا تريش ازرق في البوتين بيست تشامبيون باي ذا واي اوكي دونك انا اكزور بيست خد المين ديالو دونك عندنا جوج ديال المين هنا ايكو او تريش ازريل ديال كل ماكس حتى هو نقدروا نعتبروه مين مورغانا هنا الى تبيكات صراحه مع شنو غتمشي في هذه البوتلين هذه اتس انتريستينغ بحال اش تبيكا مورغانا اي دونت ثينك سو ولكن نشوفو هنا انزو شنو غيختار يبيكي الفريق ديالو ليليا كتهفرا واش نشوفو ليليا كتبيكا دونك عندنا دوبل يو تشامبيون
بوسيبل مي راه كيعجبو يلعب ليليانا يعني كنعرف بانه كيلعبها مزيان اون بليس دونك وفيت لعبها نيت اون ستريم اول مره تستني ما كنلعبها ميراي ودار بها واحد جيم ممتازه جدا عندهم واحد الوامبو كومبو عندهم واحد الوامبو كومبو اخي ديالي عندك سليب اوريانا بليس مالفيت اير وهنا غنشوفوا ربما هاد ايرغوت دونك هنا غيكون بلات عليا يا فيورا لا فيورا اوكي دونك شنو غيختاروا هنايا ما بقى والو باش يكون ترا اي دونت نو جاكس ميبي بس اتس سكيل ماتش اب ما نظنش كيلعب جاكس وات كان هي بيك باقي كلاد كلاد ديالو ربما سيت كيربح بليد باي ذا كيربح فيورا اوكي دونك الا كان هنا سيت يقدر يكون بون كونتر بيك فيورا بالنسبه لي كاميمينتو اوكي دونك نشوفو دو سكوند وغادي يبان لنا الامر شنو فيه لي دونك غادي نشوفو نكتون توب ايكو ميد نكتون توب ازريل وتراش في البوت لاين وليسين في جانجل ديال الدارك وفي جهه الاخرى عندنا فريق ديال فوكس غنحاولوا نحللوا هاد الكومبو ديالهم عندنا اوريانا في الميد لاين عندنا ليليا في جانجل عندنا مالفيت فيورا توب داكشي الاخر ايت بلاتي نشوفو بالناسيه اللي هاد السوابات ديالهم شنو غيديروا ميراي او الاستاذ اكاشي مازال كيديروا لنا لي سواب بيناتهم ناروكيا اللي بلي هو اللي خدا اوريانا واش ما وقع هنايا صراحه واش اوريانا ما لفيت في البوت بوسيبل كاين وبو كومبو كاين اوريانا كتكون سيف زعما ريلاتيفلي سيف في اللين ديالها عندها البريشر بالكره اكشلي اي ثينك ذاتس واتس غانا هابن اي ثينك غتشوفوا اوريانا في البوت لين مع مالفيت سوبر غادي بلاتي ويت ا سكند ستوب سوابينغ ا دريدر فوكس الله يعطيكم الخير الله يعطيكم الستر عطينا غير الوقت باش تليفونه اي دونت نو مان اي هاف نو فوكين كلو شنو غيوقع ولكن هنايا كيتلوك هادشي دونك كيتلوك هادشي وغنشوفو غير بسميتهم ناروكيا اللي غيلعب اوريانا في البوت لين غيلعبوا ا دي سي مع انزو سوبر مالفيت غيكون عندنا سينيو فيورا في التوب لين ليليا في الجنجل و اكاشي اللي غيلعب بيون مره اخرى ضد رينيكتون لا ضد ايكو هذه المره هذه دونك نشوفوا هنايا الماتش اب ديال ليون ايكو اش بان لك هنايا شكون اللي يكون عنده لافونتاج باسكو رينيكتون سي سيغ كو اللي عنده لافونتاج ولكن ايكو مثلا اي ثينك ايكو كيخسر من ليفل 1 ليفل 7 ضد اوريانا ومن بعد هي وينز بحال سيمرا ولكن بلاتي راه ضد ديون دابا هنا نورمالمون ضد ديون اتس يوني ميت بالغير بلاتي نقدروا نشوفوا حاجه اخرى نقدروا نشوفوا يون في البوت مع انزو ونشوفوا ناروكي يلعب ميد اوريانا هذا هو اللي نقدروا نشوفوا يا تقدر يعني اوكي هادشي فريمون فيه فليكس بزاف الدراري اللاعبين ديال فوكس كيف فليكسوا العضلات ديالهم يقدروا يمشوا بكاع لين دونك غادي نشوفوا هاد الدراري شنو يقدروا يديروا كومبو بعدا كتعطيو واحد الومبو كومبو كبير عندهم واحد الومبو كومبو شوف نقدر نقول لك العمده كنشوفك العمده تبارك الله عليك الومبو كومبو نقيقي صراحه بلس ان سايد لاينر ممتاز اللي هو فيورا والسينيو كنعرفوا فيورا ديالو من لي موست بلايد تشامبيون من لي موست او بي تشامبيونز ديالو دونك كيبين بها المهارات ديالو نشوفوا شنو يقدر يدير الدروما كابو كيبر نيكتون كيبقى حتى هو سكيل ماتش اب جو بونس اش بالك انت فهاد الماتش اب توب لين اخي ميمينتو ان يو فيورا رينيكتون اي ثينك رينيكتون هاف دي ايدج ايرلي الا مشات فيورا ضربات باري على دبليو شي وينز ذا تريد ياك او اوف كورس شي اوت سكيل هيم كيربح هذيك ما فيهاش شك هذيك ما فيهاش شك هنا نقدروا نسولوا لصازان واش قدر يدنا شي بول عاوتاني مره اخرى في الشات باش نشاركوا مع لي فيور ديالنا نديروا لنا شي بول الدراري شكون اللي كيبان لكم هنا يربح في الدرافت كل اللي كيبان لكم غيربح هاد المباراه هادي باش نشوفوا واش غيكونوا هنايا نشوفوا 2-0 من طرف فوكس ونشوفوا الكينجز اللي غيبقاو كينجز وما غاديش يحيطوا العرش ديالهم يعطيو لشي واحد اخر ولا دي كي ار اللي غادي ايغاليزيو هاد المباراه هادي نشوفوا 1-1 من طرف الفريق ديال دي كي ار ونشوفوا ربما جيم 3 فهاد الليله هادي المباراه كذا نهار الجمعه هادشي اللي كنتظروا بفريغي الصبر اخويا ميمينتو الى عندك شي اديشن تقول لنا اخي ميمينتو على هاد الدرافت هادي انت اش بان لك في الاولي جيم وفي الليت جيم انا نعطيك السؤال بلو بريسي شكون اللي كيربح في الاولي شكون اللي كيربح في الليت اي ثينك ايرلي جيم دي كاير وليت جيم او ثاني فوكس اوكي صراحه عندهم داك الكومبو الا قدروا يديروا داك الومبو ديالهم ديال اربعه تشامبيونز 5 مان سليب نو كاب اتس جوينغ تو بي جود اوكي تو واتش اتس فان alright alright ايوا نشوفوا واش يقدروا يديروها ولا لا انا صراحه ليليا ثاني مره غادي نكاستيها ولا مع الثالث مره عندها ديك الماب بريزنس بديك الكويره ديال الثلج اللي كتمشي كترافيس على الماب كلها نشوفوا شنو تقدر تقدم لنا كمعرض الاستاذ ميراي انا عرفتو كيلعبها مزيان ان توكا يون ديال اكاشي اللي عاد باش فناه كيدير لامباكت ديالو في لي تيم فايت وسورتو الومبو كومبو ما بين ناروكيا ومالفيت ما بين ناروكيا وليليا دونك غادي نشوفوا هنايا صراحه شنو يقدر يوقع مورا داك السليبات من جهه اخرى
عندنا ايكو ديال شادو وركر اللي هو المين ديالو. عندنا روما كابوكي على برينيكتون اتس ستيل فاين, ما عملش برينيكتون ديالو ولكن نشوف شنو يقدر يدير به. ازريل ديال كرايماكس مان وان اوف ذا موست بينت شامب ديالو. تراش ديال اكزور المين ديالو. والدارك لا لعب ليسين. الدارك انايا كنشوفو بزاف بكريفس وبخازيكس وبايكو, ما شفتوش بزاف بليسين. غنشوف شنو يقدر يخدمنا كعرض اخويا ميمنتو. ثانك يو سو ماتش فور ذا انسايت في هذا الشامبيون سيليكت. نخليك دونك تقول تفرجونا الشات وغادي نتلاحقوا بالاستاذ لوجي. تبارك الله عليك الريزو. دونك هنا كومبو فريمون فريمون كوريوز عند تيم ديال فوكس جيمنج كلوب. باغ كونتر الدكا اير اللي مشاو يعني كومبو تيوريك 100% داكشي سيف, يعني بوت لين ازريل تراش, ميد لين ايكو, توب لين رينيكتون و جانجل عندنا ليسين. دونك صراحه ما عرفتش الدارك واش كيميتريزي الشامب ديالو ليسين ولا لا. ان توكا هادشي غادي نشوفو وسط لا جيم. باغ كونتر شوف معايا هنا اكاشي اللي خدع عاوتاني يون اون دوزيام فوا او سينيو مخدا في يورا. دونك غادي نتخيلوا بلي في ابارتي ديال الميد جيم سينيو غادي يشد لا فوا ديالو بوحديتو في التوب لين, طوندي كو لا تيم اربعه ديال الميم غادي يكونوا اكسي تيم فايت. حيت كيما هضرتو عليها راه كاين بزاف ديال وامبو كومبو مالفيت يون واوريانا يقدروا فريمون سينرجيزو مزيان. وليليا اللي مازال انا كنتسائل على لو رول ديالها في هاد وسط هاد الكومبو هادي. مي حاجه وحده اللي نقدروا نتاكدوا منها سي كو هي ما كتمسيش السليب ديالها بالالتيميت ديالها ياك. دونك سليب 100% كيتكونيكتا ياك ريزون. هذاك سليب ما كيت هذاك ما كيتمساش صراحه. الا جات فيك اوتو اتاك جات فيك شي سكيل غادي تبرك على اير وغادي يتكونيكتا سليب معلم خيلوجي ما عندي ما نسالك. دونك غنشوفوا انا الجيم كتبدا غادي ندوزوا للمباراه ديال مباشره. غادي نشوفوا بانه كاين عاوتاني واحد الاحترام من طرف الاستاذ ديال فوكس كيمشيو يكوفروا الانترنسز, ولكن دي كي ار كيختاروا هذه المره هذه يجربوا شي انفيد. عندهم تراش عندهم الهوك وعندهم سبيريت بلوسوم تراش اون بلس اللي يلا خرجت سكينه. غادي نشوفوا في هذه الجيم هذه مباشره واش يقدروا يجيبوا شي هوك ولا لا. كاينه ديجا وارد من طرف انزو اللي ما كياخذش لو ريسك ولكن تمشي على الوارد ديالو. دونك كيدو فيها شويه ديال الجول ديال الفريق ديال دي كي ار. نايس تراي من طرفهم كون خذوا فيها شي كيل ربما هنايا كان يكون عندهم سلايت ادفانتج في الاولي جيم. هنا ما كيقدروش يزيدوا الحد. دونك بون غنشوفوا. ولكن كيبان بانه ناروكي ما غيمشيش ميد, كيبان بانه غيمشي ادي سي. اكاشي واقف في الميديان ديالو وعاس على التوريل ديالو بليون نتاعو. دونك غادي نشوفوا بانه ناروكي غيلعب بوت لين مع انزو. عندهم بزاف ديال الابي في التيم هادي. عندهم مالفيت عندهم اوريانا وعندهم ليليا. ولكن بلاتي هنايا ليد انفيد من طرف الفريق ديال دي كي ار واش يقدروا يديروها. كاين ايكو في ميدين صراحه النقطه بلديه خاصهم مع التراش اللوك ديالو الى كونيكتا الهوك ديالو صافي راه يعني غادي لوكي 100% شي شامب بلاتي ناروكيا كيف يستيكينا ربما مورا ميراي واش نشوفو الهوك. لا الهوك ربما كيتعطل شي شويه. اكزور كيخاف لي كيتناو صراحه مسكينه تي وصل زعما يبيتي الهوك بهذه الطريقه هذه بلا فيجن بلا والو. فايف هيد فايف هيد ناروكيا صراحه يوسف ما عرفتش ما عرفتش صراحه يوسف بوتخوست اللي كيدير واحد الموف نقيقي باوريانا ديالو كيمشي يدير راسو غيمشي تشوف فيستي كيرجع اللور كيعرف الرينج ديال تراش هو مين سيبورت. دونك كيعرف بالضبط هذوك لي رينج الممتازين ديال دوك لي تشامب اللي كيهوكيو. غادي يقدر يبيتي الهوك ويعرف انهم كان واحد ليتين فايدا يوقع من طرف دي كي ار ليتين اللي غيقدر يبدا البلو ديالو بلا ليش. هنا صراحه يعطي هادشي لافونتاج البوت لين ديال دي كي ار ولكن ديز ادفانتاج في الجانكل ديال دي كي ار. هنا اللي غيبدا بلا ليش غيمشي شويه الاش بي في التوب لين. الاكشن كتبدا مباشره في الدقيقه 2 اخويا لوجي ما بين السينيو ما بين دروما كابوكي. اوتو اتاك مره اوتو اتاك عاوتاني نيفو واحد كيبداو التريدات. كل ماكس مان كيتبوك بزاف اوريانا اوريانا للباسيف ديالها كل مره كتاوتو اتاكي كل مره كيتزاد لها الدمج في الاوتو اتاك. الماكس هو 3 كيتستاكاو. دونك غنشوفوا الا بدات السيبل كيتعاود ريتريسيت الباسيف. هنايا نيفو 2 كيتخد من طرف اكزور كيحاول يهوكي وفي الميد لين الان في 1 كيبدا ما بين اكاشي هو وشادو وركر. شادو وركر كاين واحد التريد بحق انا واخا اكاشي دار الاي ديالو هذاك الاي اللي كيمرض اكثر بانزو. اكزور كيتقدم عنده نيفو 2 ولكن ما غنشوفوش الهوك. هنا يصلي سؤال حد. هنا نقدر نهضروا على اول تنين اخي لوجي اللي غيكون هو تنين المحيطات. احسن تنين في الاولي جيم للينر كيعطيهم السستين كيعطيهم 2.5 ريجن ديال الاش بي وديال المانا كل 5 سكوند. الى قدروا الفريق اللي سيكيور هنا يعطي افونتاج كبير للينرز ديالو في السستين خاصه اخويا لوجي. جو بونس كو تيم دكا ار هي اللي خاصها توفري على دريكس اولي جيم بيسكو كيف ما كتشوف هنا النيفو دو بوش راه تقريبا عندنا بلاتي جانك على اكاشي. يعني الاستاذ كيدخل عليه بصوت الدرك وشوف فيرست بلود مره اخرى على اكاشي وطوطك وحده اللي بقات اي فلاشي اوت وغادي خصو يرجع لسؤال حد فيرست بلود كيدهيكو. علاش فلاشيتي يا اكاشي علاش فلاشيتي انت ضرب ديجا لسؤال حد
واحد انا اكاشي باقي كيتعلم الشامبيون ديالو نقدرش نبليميو بزاف ستان في التوب ليم طرف راه ما كابوكي على سينيو ما كيقدرش يدير الباري ديالو ولكن سينيو باقي كيربح حتى ريدات هاد 1 في 1 كاينه ويف كبيره على توب لينر ديال الدي كي ار واش يقدر ايلاستيتيها كلها ولا لا شوف سينيو كيفاش كيعرف الايران شوف سينيو كيفاش كيدير البروك ديال الباسيف ديالو بواحد الطريقه سلسه وخفيفه جدا في البوتين هاد اوريانا كتلعب ايبر اغريسيف صراحه انا خويا لوجي نقدروا نوطيو لو شو سينيو ديال لا رون نختا غراس بلاص كونكيرور هادشي كيعني بلي راه كونسيون بلي الماتش اب راه عند رينيكتون اورلي جيم صراحه حيت الدبليو ديالو راه اون بوينت ويقدر فريمون يبيتي بسهوله الباري قبل ما يستوري دونك عنده ان افونتاج اونيفو ديال هاد المان جيم اللي بيناتهم ولكن واخا كاك سينيو كيتايميا مع شوف باش كيقدر يديتي الدماج كامل ديال رينيكتون دونك سينيو هنا اللي كيبين الفرق لا 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 هاد توبين هذا فريمون سوليد ولكن بلاتي كيجي لهنايا الدارك وكيدير الكونتي والدارك كيدير الوارد هوب كيفاش اوت سينيو الكيو من طرف تركيت كونيكتا واش يقدر يدخل ولا ما يدخلش في الميدلين ال1 في 1 كيبدا من بين يون هو وهذا الاستاذ شادو الكركن بلاتي مين راه كيتلبس البوتلاين واش نشوفوا انا شي دايف كيحاول يلوح الكويره ديالو ما كتقيس حتى واحد الكويره ديالو يسول حد صعيب انه يضافي ما عندوش تانك الناس نيسيسير اكزور اللي غادي حط الوارد غيبان لهم بانه ميراي كاين غيتبوك اب كيو ديال ازريل ربما نشوفوا الضايف واخا ما بغاش يمشي هاد ميراي هذا عارف انه وليتي كاين في الطوب ما كاينش لي جي كونتيست عليه ما كاينش بريو في الميديم طرف شاد وكر وغنشوفوا ربما الضايف لوك من طرف اكزور ميراي كيتون كيتورال ميراي غيموت هنا تي بي مباشره من طرف روما كابوكي في هاد البوتلين هادي انزو يخسر على لورنا روكي كيت اكسوستا وهنا تي بي اللي كانت شويه ماشي حتى لي تي بي كان يقدر يبقى في اللين حيت ديجا كنا كنشوفوا بلي البوتلين ديال فوق ديمي كلوب بدات ديزونجاجي دونك صراحه بانيك تي بي اون بليس ما تيباش كنت تيبا وتيبا كنت تيبا جيت التريباش يلاه مشات واحد الورد من تماك راه كانت ورد تريباش كان يقدر يكون بوزيسيون عنده حسن تماك مي بون كان كيتوقع بلي فوكس كانوا حافظين الضيف ديالهم ولكن ميسا ميراي بيسكو خدا لا غرو بيزارمون بالباسيف ديالو نفكروا الباسيف ديال ليليا ملي كيتحط شي سبيل على شي واحد راه بحال عندك ميني سميت داك لايت لياندري يعني كيتبرنا كيتبرنا شويه الشامب وهادشي اللي جوبونس لي سويتش عنده لاغرو هنا البوتي فيري فيري اغريسيف شوف معايا لاش بي ديال ازريلو حتى الميد لين هنا عندنا الشادو وركر بلاتي ولكن مع ليسين هنايا ربما ايد اوف ذا بروف هذا صعبه غيتستون انا اوف ذا بروف لا ماشي كيتو كاين نايس سايد ستيب القدم السعيد هابي فيت ولكن اكاشي فاضيه صعبه ولكن مره اخرى اكاشي 0-2-0 في هذا الاورلي جيم هذا مره اخرى كيموت ودي كي ار لي واخا الاورلي جيم السيناريو ديال الفيرست جيم يعني الاورلي جيم عندهم نخيخي صراحه نيفو كونفيونس تبارك الله عليهم راهم حاضرين مع اولين شي يخسروا هاد لا جيم ولا اف اف او ولا كوكس سوا راهم داخلين بقوه هنا اكسيلونت اكزيكيوشن في الميد لين وفي البوت لين ميراي لي ميسا مالوغوزمون الضيف ديالو ما عرفتش صراحه واش كان يقدر يضيفي واخا هكاك ولا لا وكون ما خداش لا غو يعني اوريانا مالفيت كون خدا واحد فيهم صعيب صراحه يضراوي لا غرو مي بي مالفيت كان هو البيست تشويس هنايا بالباسيف ديالو بالكيو موفمنت سبيد كيخرج دغيا من لا غرو توكا دايف بيردو هذاك تعطل فيه هنا ولكن راه هاد شويه نيفو فارم وشوف معايا هنا يون اللي كي تعطل بزاف هنا في الفارم اول مره ماشي اول مره مي قليل فين كتشوفوا اكاشي بيهايند في الفارم انا كنثق فيه يعني بلاير يقدر يرجع غابيدمون في لا جيم ديجا راه قلص شويه دابا الفرق بالويف لي بوشا اللي غادي يزقل شادو وركر منا ام اتليست 2 ولا 3 مينيتس وشوف معايا هنا لي روتاسيون اللي كيديروا يكون ضايف بغاو يمشيو لا دراما كابوكي هذا اللي عنده واحد كبيره صراحه كيبوشي على سينيو سينيو اللي كوراها عاوتاني مره اخرى الماكرو ديال التوب كيجي ليا من الجهه اليمنى ويدخل مع دراما كابوكي كيداشي اوت دراما كابوكي يضرب الار باش يحاول تومبور تي بي من طرف شادو وركر باش يعاون توب ديالو داش اوت من طرف الاستاذ دراما كابوكي ممتاز ولكن هنا كيجي شادو وركر كيداشي على سينيو سينيو بضيع صابا كيما شادو وركر كيدير كيل وكيبقى هنايا ميراي بوحدو كيدخل عليه روما كابوكي ومره اخرى جانك فيل من طرف الفريق ديال فوكس جيمنج لسوء الحظ ميراي 0-1 سينيو 0-1 واكاشي 0-2 ما نقدرش نبليميو بزاف صراحه سينيو هو انا بغيت نقول ميراي هو اكاشي باسكو جيت شمس راه خرجوا وهنا ربما ضايف على هذا الاستاذ ميراي ميراي كيدخل عليه مرساج روما كابوكي بوز معاه مستاك بالشعين كيستناه كيدير بيرتا ماجي زيدو كيتقدم اوتو اتاك كيو وغيدير كيل هنا صرو كيل في التوب لاين من طرف الاستاذ روما كابوكي على ميراي وكيبقى هنا سينيو 1 في 3 باش نشوفوا شي ضايف واحد اخر كيجي اكاشي في البوت لاين على كل ماكس مان فاضي صعبه الار ديال اكاشي نوكوب ديال اكاشي والكيل ديال ناروكيا باوريانا ديالو واش غيطونكي التورال بما فيه الكفايه دقه ديال خاطر التورال وغيدير كيل كرو ماكس مان 1 فور 1 في 1 في 3 بوزيشن في البوت لاين يعني هنايا افونتاج ديك ار المره الاخرى كيديو كيل في الطوب كيديو كيل في البوت وغادي يخسروا غير لا ديسي ديالهم جوج البلايد اللي هم اللي باقيين حاضرين في هذه المباراه ما بغاوش يخسروا اخي ديالي ما بغاوش يخسروا خداو توكا جولد ديك ار دابا اوريدي غادي نشوفوا نشوفوا واش غادي يقدروا يكملوا على هاد لا ديناميك وهذا هنا بالضبط هذا هو لو بوين في لا جيم الريزو اللي كيطراو فيه المشاكل عند ديك ار ما
كيقدروش يسنوبوليو بلافونتاج اللي كياخذوه اورلي جيم. علاش؟ حيتاش ناقصهم بلاتي بلاتي تسمح لي راه اول فون كيبدا ولكن كاين بارك حتى هو اللي غيدخل لهاد الطوب لاين ديال سينيو فاضي صعبه 1 في 2 سينيو كيضاش اوت كيحاول يجري ولكن كيف راشي الدار كيزكل كيو الدار كيسوي العاد ما غاديش يقدر يعاون بزاف هاد الرينكلون باش يدير الدمج ديالو كيدفع سينيو اوت وسينيو اللي غيحاول يضاش اوت ولكن كيطونكي هاد الدار ما عندوش الكيو دابا سينيو فاضي صعبه كيجي شاد وركر من 200 غيدير الكونتر باري ديالو غيضاش ان ولكن الكيو ديال ليسين كتبع وغيقدروا يديو الكيل كيدخل معنا في البوتين شوفي توكين طارق واش نشوفو شي هوك من طرف اكزور ولا لا ما غاديش يكون هوك وجي جي والبيدل دي كي ار لمره اخرى كي بيهايند دي ولينرز ديال فوكس جيمينغ 0-2-0 في التوب لين 0-2-0 في الميد لين في الجانجل و 0-2-1 في الميد لين هنايا جي والبيدل لهم والادفانتاج في الفارم كيبقى عند ميراي في الجانجل كيبقى عند شادو وركر في الميد لين وعند كاين ايغاليتي في التوب لين صراحه من طرف روماكا بوكي هو سين سي اون بو فوار الجول تاعو باش نزيدو نكونفيرميو بلي كاين ايغاليتي على نيفو طابطي حيت اصلا مازال ما خدو حتى شي بليت اليسي خداو البوت لين ديال فوكس جيمينغ كلوب خداو ميني افونتاج هنا نيفو ديال اوليفو ديال دي بليت ديجا كنشوف نقدروا نشوفوا اوريدي الجولد فوالا دونك عندنا 2700 فلاديس عندنا روكيا و 2800 دونك ماشي شي فرق كبير صراحه دونك نقدروا نقولوا بلي البوت لين راه ايفن اوفرول ادرلينز كيف ما كتشوف اور فري ستار بلايرز بيهايند اوريدي في هذا الجيم ولكن تالينا الريزو تالينا واش يقدروا واش كتيق في الدكا ايرا الريزو ولا لا قول لنا الصراحه انا شوف نقدر نقول لك بانه دي كي ار كيتلعب من التوب 30 في المغرب حاليا سي فري بهاد لاين اب اللي عندهم اذا نقدر نقول لك وثلاثه سيمانات هما شادين السنطه ديال كينغز راه هنايا نقدروا نشوفوا المعجزه ونشوفوا فوكس كيخسروا ثاني جيم ديالهم اون ستريم حاليا 7-1 في السكور بورد حاليا 15 كا جولد 12.5 كاين افونتاج كلير لدي كي ار في الميدين افونتاج كلير ليهم في التوب لين افونتاج كلير ليهم في جانجل بالنسبه لي كيل ولكن ميراي باقي عنده 21 سي اس ادفانتاج كومام ميراي كيبقى هو احسن جانجلر ما غاديش نكذبوا على بعضياتنا واخا مات جوج المرات كيبقى عنده ادفانتاج في الفارم انطوكا غنشوفوا واش يقدروا يستعملوا دي كي ار هاد لافونتاج اللي خداو دابا في الاولي جيم باش يسنوبوليو به ولا لا في دقيقه 8 هادي فقط دونك كلشي يقدر يوقع كنعرفوا بانه فوكس كيبقاو بيهايند كتعطيهم تيم فايت واحد كتعطيهم كيل واحد وكتقلب الاليه بواحد الطريقه ممتازه جدا اذا غنشوفوا عن مقارب باقي حتى واحد من الفريقين ما دار داك التنين الاول باقي حتى بورج ما طاح حتى توريل ما طاحت حاليا باقي ما وصلناش للدقيقه 14 باش يفتحوا لي بليتس نتمنى والله غير تسالي هاد البوز هادي بزربه حيت انا باقي مهايبي وباقي بغيت نشوف شنو يقدر يوقع في هاد المباراه اخويا لوجي دونك كيف ما قلتي دريك مازال ما دارش الهيرال تاو نون بلو دي كي ار دابا شنو خصهم يديروا عندهم ديجا افونتاج يعني يقدروا الى كانوا بيان بوزيشن في تيم فايت غادي يربحوا حيتاش هما اهد دونك خصهم غير يبروفوكي والفايت اللي هما رابحين فيه اولا ياخذوا يسمحوا في لي فايت اللي هما خاصين فيهم ويربحوا اول انوف لي فايت اللي هما دابا هي لا ديفيكولتي انا تك شو انا تك الجيم بلان ديال دي كي ار شنو خصهم يديروا دابا خصهم ياخذوا بريو في الميد لين حيت عندهم افونتاج بايكو عنده جوج ليكيل ياخذوا بريو في الميد لين ياخذوا بريو في البوت لين يمشيو يديروا دريك من بعد يسوابوا البوت لين ديالهم للطوب باش يكون عندهم بريو على الهيرالد يديروا الهيرالد حتى هو يحطوه في الميد لين ياخذوا به لي بلايت قبل دقيقه 14 ياخذوا به لي كيل فبغيت نقول لي جولد وديك الساعه يكون عندهم افونتاج كبير وكبير جدا هادشي اللي خاصك دير ملي كيكون عندك افونتاج في الاولي جيم اون طونك تيم الا عندك تيم هذا هو الجيم بلان ديالك باش تقدر تسنوبولي به دريك تسوابي البوت لين مع الطوب وتاخذ الهيرالد تحطو في الميدان تاخذ بيه لي بلايس ربما يدير شي بيك على من وعلى اليسار دي بي لي كيل هادشي غنشوفو عن مقارب ان توكا حاليا دقيقه كراش هادشي ترا غير باش نشوفو الثيرد جيم بينات هاد لي دو زيكيب ونشوفو شويه ديال الكونتيست هنايا وما يكونش عندنا ما تكونش دوميناسيون كبيره انا من طرف لعيبه فوتس من غير اذا كانت فريمون ميريتي في هاد الحاله هادي راه ما عندنا ما نديرو وهنا كتشوف بلي الفريق ديال الكود مازال ما ديباساش توكا جولد واخا زادو ربحو لاست اكشن ولكن نيفو فارم ميبي هنايا كنشوفو بلي ميراي بدا كي اوت فارمي ديال بصح ليسين اللي هو اهد في الكيلز ولكن كيفاش انت عندك 2 كيلز ميراي عنده 2 ديث ودرك بيهايند في الفارم شي حاجه طرات ماشي هي هذيك ميبي او جانجل هنا نيفو ديال لي كامبس بروبابلي ما عرفناش صراحه كيفاش غادي كيفاش جوستيفي هذا الفرق هذا وهنا شوف معايا التوب لين ليسين اللي كيديريجا نيشان للتوب لين هذه اللي باغي يزيد يقتل هاد فيور هادي وليليا اللي كتشادويه غادي نشوف هنا ميبي شي طونتاتيف ديال كانك شي طونتاتيف ديال البيت هنا من رينكتون صراحة فيورا جود تارجت باش انها تكانكا هادي جيم انا سمول تريد صراحه بين دو ميدين و فوالا البيت و الباري ديال سينيو شوف الباري ديال سينيو غيدخل 1 في 1 كيبدا ولكن كيجي الدارك اوت سينيو فاضي تبع 1 في 2 كيبروكي الالتيميت ديالو وغادي بيسكو خسر الجامبل ديال باري خصو غير اي ديزونغاجي هنايا روما كابوكي اللي ما عندوش لو شوا دابا غادي يولي بيهايد غيتسنى تي بي ديالو قريبه ياخذ غير هاد لا ويف هادي يسوستيني فيها ولكن غادي يخليه شي ميراي ما غاديش يخليه بلاتي ميراي كيتخدم عليه مباشره روما كابوكي فاضي تبع كيستني ميراي كيحاول يهرب ولكن غيتسليب با انا سليب كيتكونيكتا والخبطه انا دبليو ديال ميراي
الحكايه ديال كيلو، ولكن اللي ما شفناش اخويا لوجي هو انه الدارك دار الهيرالد ونيغاندو هيرالد ادفانتج هنايا دار لوبجيكتيف ديالو 18 كار جولد 16 فقط، دونك باقي كاين افونتاج ديال كار واخا قتلوا ادروما كابوكي ودا فيه كيل في البوتين كوري ماكس مان 1 في 1 مع ناروكي هذا اللي عنده ريان ديالو باقي كيبوكي باقي كي اوتو اتاكي باقي كيصيفط الكواري وكيطنطن الجهه الاخرى دي كا ار اللي كيشوفوا انهم راهي توب وكيمشيو للتنين، دونك داروا هيرالد وداروا التنين هذا مزيان ليهم باش يديروا ضد ان كيل في توب لين اتس ريلي ريلي جود اصلا صراحه. هذه هي الانيشيتيف اللي كنتسناهم يديروا خديتوا افونتاج سنوبوليو به مالوغوزمون او نيفو توب لين انا ميراي فريمون لا بريزونس اللي عنده وكيفاش كيشم لي زوبورتونيتي يعني عرف باللي خصو نيشان يمنع رينكتور انه يباكي هنا ميد لين اللي كيحطوا هيرالد بلاتي كان اكزور في الجنب بغا يدير شي ربما شي حاجه اللي كاينه غنوتي فايت الهيرالد اللي غادي ينطح الطره الاولى غادي يمشيو للبلايتس عند الميدانير وعند جانجلور ديال ديكا اير في الطوبلين روما كابوكي عندهم الهيرالد كياخذوا هادشي اللي خصو يديروا هادشي اللي خصو يديروا في الميد لين هذا هو اللي خاصو يدير حيت الميد لين كتعطيك واحد البريشر في الماب انسين خصو الطره الاولى دوبل شوك ويف نايس شوك ويف ولكن بلاتي دارك باقي مثلا كاين هيل من طرف ناروكي انا باش يحاول يهربوا ني نايس اير من طرف انزو على جوج ناس ناروكي كيدير دامج دارك كيموت شوف يترينه كينطلق وكيدو كيل باكي اكزوست ناروكي لهكم طرف اكسور كاين فلاش اوت هنا او كاشي كيضرب الار ار من طرف شادو وركر ولكن ما يكونش كيل في الميد لين وكي تريد هنايا 1 فور 1 فضايا ديال 3 في في 2 صراحه افونتاج الفوكس جيمنج كلوب اللي سوء الحظ ديال ديكا ار ولكن بلاتي ميرا كيقلب على كانك عاوتاني على روما كابوكي كاين في الطوبين ميرا كيتسنى هنايا شي دايف ربما ولكن رينيكتون صعيب عنده الالتيميت ديالو عنده فلاش ديالو وغادي يكون صعيب عليهم بزاف انهم يدايفيو نشوفوا واش يقدروا يخرجوها ولا لا ميرا خاصه بانه ميد لايف ما عندوش كاع الاش بي ديالو كامل صعيب بزاف يقدر يتغفل اي لحظه اذا كيدخل هنايا الهوك دوماج دوماج الهوك انا ما كيتكونيكتاش انا لي الكول اكزاكتومون اخويا لوجي انا لي الكول باسكو هنا كلير لي راه ما غاديش يربح عنده اولتي عنده فلاش راه ما يمكنش لك دايفي وعنده لافورماسيون انه كاين كاين لي دياب بيسكو لاح الاو ديالو دونك وجرب الاو كون قاس كون كان ميبي كان يفولو بالتي ما بقاش كيرجع معايا فورسيش وان اوف ذا كاركتيرستيك اللي كيكونوا عند جود جانجلرز هو كيعرف وقتاش سي بوسيبل وقتاش سي با بوسيبل ما غاديش يزيد يفورسي بزاف كود كول لا بار ميراي لا يلي فو تيم فوكس جيمي كلوب اللي بداو كيقلصوا الفريق 1 كا 1 كا جولد انا اكزاكتلي 1 كا جولد الوغ خداو دريك وخداو هيرالد وخداو بي بليتس مع ثاني كومبونسا سام هاو ميبي بالفارم ميبي لا لاكسيون صراحه خداو تو كيلز اوريدي وهنا الكيو اللي ما كيتكونيكتاش مالوغوزمون عند ليسين بلاتي انزو فضيت صافا كيتخلى الشوط تو في تو كينطلق هنا في ريفر وكيتستنى هنايا انزو ما عندكش فين تربى انزو غيموت ولكن الهوك في البوت لين انا روكيا وديكا اير كيدو كيل في الميتين وكيدو كيل في البوت لين جي جي والبيت لهم 2 4 0 عاوتاني مره اخرى وكيعاودوا يحاولوا يوسعوا ذاك الفريق ديال الجولد في التوب لين كانوا ضمان فيهم بين روما كابوكي وسينيو ولكن نايس باري مره اخرى من طرف سينيو وكيتخدم على روما كابوكي وكيربح التريد هنايا بالفيرا ديالو 1 في 1 كيمشي لصالح فوكس جيمنج كلوب في التوب لين ولكن ديكا اير كيجاوبوا بجوج لي كيل في الجهه الاخرى ديال الخريطه غيمشي للبلو باف انت شادو وركر وربما نشوفوا الاثنين الثاني غيدار من طرف فريق ديكا التنين اللي غيكون تنين النار تنين اللي غيعطينا 4% باف اي دي و اي بي كيسكيل مزيان مع ليد جيم مي راه كيجي اي هودي البوت لاين ديالو وغيبان لنا التنين الجاي من دابا جوج دقائق نشوف شنو يقدر يوقع فيه بلاتي شادو وركر كيدخل على اي اوف دامبور راه كيشوف هذه صعبه كيجي دارك تاو كيعاونو الكيو ديال ليسين كيتزقل ولكن اكاشي ما عندوش كيفاش يهضر كيضرب الاير غيحاول يهرب هنا ربما اكاشي كيدخل شادو وركر بيك بيرسون دامج وغادي يرجع الاب الاير ديالو تا هو اللور وغادي يديو الكيل هنايا 4-0 ايكو ايكو مين كتعطي 4-0 الكيل واش يقدر يدير الفرق هنايا شادو وركر هادشي اللي نشوفو عن مقارب اخويا لوجي جي بالدكاير. شوف معايا كيفاش ايكور تبع الاي باك ديال اكاشي بالاو ديالو حيت الاو كيتباك فين ما مشيتي واحد فواحد الفريم هنا هو ميبي توتاتيف دو دايف ديال شادو وركر على ميراي كي ميراي راه عاوتاني ميراي كيسليبي بلاتي كيفلاشي عاوتاني شادو وركر ميراي كيتخدم ما عندوش الاير هذا ايكو هذا ميراي كيحاول يجيب الكيو ولكن شادو وركر نايس فلاش كيعاود يضغط شي ان كيجيب الكيو ديالو ربما يجيب البروك ديال الباسيف ولكن لا كاين دارك كيفلاشي ان ولكن الكيو لي سوء الحظ غيدخل على ميراي هنايا بزاف كيتحرك بزاف كيحنقص بزاف ما يمكنش صعيب تقيسو بسكي شوت شوف كيورا اللي كتاخذ توريل وهي دايره جوج زير وجوج شنو هو هادشي وعندها افونتاج شوف شوف افونتاج كبير ماشي زعما افونتاج كبير بزاف هنا غادي تكمل الايتم ديال هيدرا فور رافنس هيدرا فورس ايتم غالبا والبوتس اللي كيجيو في الوقت المناسب بلس فاج غادي يرجع شويه غليظ واخا ما عندوش كيلات هاد السينيو هذا لاعب خطير توب لينر صحيح غادي نشوفو وكيرجع باك بتيبي اللين ديالو غادي نشوفو ميبي غادي يقدر دابا بيسكو ما بقاتش توريل رينيكتون غادي يولي فضايا صعبه ديجا لاحظ معايا كيفاش كان كيقدر بريديكتي ليه السونه ديالو اسافور كو ديك السونه ما يمكنش تايمي خاصك ضروري تبريديكتي وهو كان هدف الهوك على انزو ولكن ماشي هذا هو السيب اللي بغيتي تاخذ هذا التيمي انستنتلي ولا شوك ويب على جوج ناس لومبو كومبو في البوت لين ويقدروا يعيشوا كل ماكسيموم بوان اتش بي اكسو فضي صعبه ايكنايت غيدير كلو كي كيجي الدارك تاو كيضر شي ان كيحطي انزو واحد الكيو اللي غادي يتزكل هنا واحد كيجي شاد هو الكنايس تي بي من طرف المدينه ديال دي كي ار وكيتخدموا على انزو وجوج ليه
من طرف ديكا اير نايس انسر من طرف الفريق المغربي مره اخرى على فوكس جيمين كلوب. ولكن سينيو باقي كيدير تشارج في التوب لين, باقي كيدير الضجيج في التوب لين وغياخذ هاد البريشر هادي كامله ديالو واخا دير 0-2-0 كما كنتي كتقول اخويا لوجي. 4-13 سكور بورد في الدقيقه 15 وتنين لصالح ديكا اير والهيرات الاول لصالح ديكا اير وان كاغول ديال الفرق فقط. فوالا فوالا دابا هكا خصو يلعب رينيكتور, خصو ما يحاولش يعني يضيع ستون ديالو حيتاش لا ضيع ستون ديالو وتباريه راه غادي يضيفها 100% ديجا. هنا راه فيري فيري ويك بارابور سينيو اللي خدا البليتس وخدا التاور الجول ديال التاور وخدا اون بليس عنده البوتس فري بوتس بليغون ديالو دونك راه عنده واحد شويه الكومبونساسيون واخا هكاك ما نحكروش وما نسوزيستيميوش. شاد وركر اللي طلع ماستر بايكو ديالو ماشي على والو, ها هو كيبان لنا لي موف ديالو تي بي اسمح لهم لي دامج اسمح لهم عارف ليميت ديالو غادي يقدر يربح هاد الميدلين داير 5-0-2. ولكن واخا هكاك اكاشي باقي مأوت فارمي, اكاشي ديما واعر في الفارم ديما عنده اون بوينت الفارم ديالو. غيمشي هاد سكوت الكراب هذا صالح فوق الفوكس جيمين كلوب وكيتستيلا من طرف ما تشكون انايا ولكن كيتستيلا غنشوف ربما تيم فايت على التنين الموالي اللي هو الاوبجيكتيف اللي بان دابا حاليا دبليو ديال ميراي ولا الاي غادي تكونيكتا على ايكو اللي غيخسر رجع اللور. هنا كيجي سينيول هوك كيتقلم طرف اكزور, اكزور كيجيب الفلي ديالو غينوض ضربه تيم فايت كاين اير من طرف انزو شوفو كسر اكزور فادي تابا كيجي اي اوف دومبورا كاشي كيداشي ان لور وغيجيب الكيل ديالو مباشره ولكن كاين كي راه ما كبو كيداشي على روكي كيموت روكي حتى هو كيتخدموا عليه في الباك لاين واكاشي دبل كيل مباشره بديون ديالو وميرا كيخليه بوحدو في الباك لاين. ميرا فادي تابا كيخلي شاد وركر كيدخل عليه الدارك كيدخل عليه روما كابوكي شاد وركر فادي تابا حتى هو وان اتش بي ما يقدرش يفتري دينا مع ميرا خصو يحضر راسو راه شاد داون كبير عليه. واش غيجي سينيو يعاون الفريق ديالو؟ كيجي سينيو يعاون الفريق ديالو, كيجي انزو يعاون الجانجل ديالو وميراي غادي يمشي هاد التنين هذا مباشره. ديكار ما عندهمش بريو صعيب يكونتيستيو هاد التنين من غير لا شفنا شي ستين طرف الدارك. التنين ميد لايف حاليا 2 كي اتش بي سينو كي اوتو اتاكي بهم راه كيضربو انزو كيتسنى في الجن انزو عنده الار. واش غنشوفو هنايا التيميت من طرف هاد مالفيت؟ ما غاديش نشوفوه وغيمشي التنين الفوكس جيمنج كلوب. جي جي والبليت ليهم صراحه جي جي والبلاي ما خلاوهمش يديو تو فيرست دريكس. تو فيرست دريكس صراحه ملي كيمشيو لتيم وحده كيكون واحد تريت اوريدي ريزو على سول اللي كيقربوا له بزاف. هنا يون لي كيلعب بزاف ديال ليميت ديالو كيدوج دو جوست بلاصتي كاين عليه ستوري ريليكتور لي ليميت كثر شي شويه. انا غيدخل عليه مباشره وغيموت شات داون من طرف ايكو. ليتس جو شات داون هذا زوين صراحه. ايكو اللي دجع عليه شات داون دونك يزيد يتفيدا ميبي شادو وركر ولا كلي ديال فيكتوري ديال هاد الجيم. نشوفوا لخصنا نقصنا نركزوا معاه مزيان صراحه الديسيجنز اللي ياخذ حيتاش هو فريمون يموت مره واحده صافي دير كو ضاع النص ديال الجول ديال التيم. او الار ديال انزون يا لا لا الكوري ماكسمان باش يحاول يدير شي حاجه ولكن توريل غطاح واخا هكا كيداشي انزون ما كابوكي راه ما كابوكي كيدير دامج غيدا شي اوت ما عندوش كيفاش يطونكي توريل دي ما عندوش الالتيميت ديالو حاليا كاين مع اكزور باش يطومبوريزي معاه وكاين ميراي اللي كيحاول يجيب ليه شي سليب ولكن ما غاديش يقدر يجيب الاي ديالو والبوز مره اخرى. هاد الجيم هادي فيها بزاف ديال الاكشن اخويا لوجي يا سلام تبارك الله على تيم ديكاير اللي دابا كيزيدو يهولديو لافونتاج ديالهم اكثر من الجيم الاولى. اصافا الجيم الاولى راه دازت ابارتيغ 12 مينوت دو جيم بداو كيخسروا لافونتاج. الهيرالد هاد المره تستعمل قبل ما يطيحوا البلايتس اكسيلون خداو الدريك الاول اكسيلون. تيم فايت الاخر الوغ واش نهضروا على تيم فايت الاخر؟ تيم فايت الاخر علاش ولا 2 فور 2 وخسروا الدريك الوغ كان عندهم لافونتاج الجولد؟ علاش راه حيتاش هنايا شادو وركر سبوكا بزاف هنايا وسورتو اكاشي اللي دار واحد العمل ممتاز في الباك لاين دخل بالار ديالو الوغ كان عنده الاي ودخل وقتل جوج الناس قبل ما يرجع في الاي ديالو دونك طير جوج الناس غير هو بعدو دار لهم واحد الضجيج كبير. من جهه اخرى صفر كيقتلوا ناروكيا ولكن اكاشي بقى عايش ميراي بقى عايش وتقريبا فول اتش بي. شادو وركر اللي هو البروميير سورس ديال الدمج ديالهم سوبر لو عندهم الدارك وعندهم شكون اللي بقى مع الدارك يمكن بقى مع روما كابوكي ولكن كان باقي الاير ديال انزو ديك الساعه باقي ما دارش. كانوا ثلاثه الاعضاء ديال فوكس كانوا غير جوج ديال الذكاء ما كانش كيفاش يقدروا يديروا من غير شي ستيل معجزه من طرف الدارك. لسوء الحظ حاولوا ما قدروش ولكن حاليا راه تنين لتنين باقي عندهم لافونتاج في الجولد ديال جوج ديكا جولد عندهم افونتاج في الكيل عندهم جوج ديال التوريت لجوج ديال التورال وغيبان لنا بانه الروح في هذه المباراه السول غتكون ديال تنين الجبال اللي كيعطينا 6% ديال البف ارمور وماجيك ريزيست في كل تنين كتاخذ يعني يقدروا ياخذوا منه كل تيم هنايا ثلاثه ضربها في سته. تبارك الله عليكم الدري كويك ماتس دونك غنشوفوا شكون هما التيم ديال تاخذ السول هادي تي السول اللي كتعطينا واحد الشيلد من الفوق وخصوصا تكون مزيانه في الدو تيم. انا كنقول تعطي سيرفابيليتي كثيره الفوكس من طرف ميراي من طرف ناروكي من طرف اكاشي تو بيون ديالو وفجاه الاخرى سورتو مالفيت هذاك غير طونك ولكن مالفيت بلي بحال مشى كيدير دامج بليسكو طونكينس هاد الساعه هادي غنشوفوا داك الباسيف ديالو اللي كيعطيه الارمير ملي كيكون عنده الباسيف اكزاكت 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 كيقدر يزيد سنوبولي بداك الشيلد اون بليس يعني غادي تعطل باش يتبرك هذاك الشيلد الاول دونك يبقى ديما طونكي ما حد الشيلد عنده اون. من جهه اخرى عندنا رينيكتور اللي اوف طونك حتى هو وليسين اللي غادي يستافدوا بزاف من هذا السول. غادي تشوفوا على حسب شنو غادي يطرى دابا ريزو. بغيت نتكلم على الفارم ديال اكاشي علاش هذا السيد ما عمره ما كيت اوت فارما هذا السيد هذا اكاشي شوف اخويا ما عمري مشت اكاشي اوت فارم في الميد لين انايا في حياتي حاليا عندي 25 عام ما عمري مشت ما عندوش لافونتاج واش الويف مانجمنت لا هو لا هو السينيو صاحبي دابا شوف لا هو السينيو شوف لي شتي سينيو راه كاين راه داير كان داير 0-0 وباقي فايت في الجولد روما كابوكي برانيتون ديالو اكاشي بالحق واخا
اوت فارمينغ للايكو ايكو راه فايتو كمان بواحد دوكا جولد ماشي سهله ولا 1 كي ونص دونك ماشي سهله. في البوت لين كاين افونتاج سلايتلي عند الاستاذ كولر ماكسمان بالازريل ديالو هذه عاديه حتىش اورينا يمكنلاش فريمون تبقى شاده مع ازريل ولكن شاد مع في الفارم الا شتي تشوف راه داير الخدمه ديالو ناروكيا شوكويفا تمحلهم وباقي كنتسناو داك لومبو كومبو شفنا ميني في البوت لين اللي قتل كنا كنسحب لا ما كانش كافي الدمج في ازريل ولكن مات في الاخر بايكنايت دونك ومبو كومبو فيري سترونغ تو سبيلز كيقدروا يديروا 100-0 في لا دي سي نشوفوش من بعد يزيدوا سكيليو على هذه المساله دي ولا ميبي ازريل اللي خصو يبيلدي سام هاو ديفونسيفمون يبيلدي ماجيك ريزيست ما عرفتش صراحه شمن ايتم يقدر ياخذ ميبي غير داك اللي تندير 450 يقدر يعطي داك سيرفايبيليتي باش يدير او اوت باش يقدر يكمل الفايت ديالو على خاطرو ولكن روينا باقي كاع كاشي يقدر حتى هو يجي يدخل بالاو ديالو يجي يدير الروينه ديالو ليليا حتى هي اللي كتضرب الاو ديالها كروس ماب وسينيو اللي غادي تلقاه تقب التوب لين في هاد اللحظات هادو اللي كنتكلموا عليها حنايا دونك صراحه ماشي سهل هاد الكومبو هادي كيف ما قلنا راه كيف ما قال ميمينتو في الدرافت فيز كان عندها الليد اولي جيم ولكن واش دابا كان اسيستيو للغوتورمون سيتيوشن ديال فوكس ولا باز انكور ولا واش غادي يقدروا يزيدوا يسنوبوليو بزاف الاسئله اللي ما عندناش لها صراحه نجاوب حاليا. دابا حنا في 17 دقيقه 18 دقيقه في لا جيم ما بقى والو النشور باش يبان ما بقى والو وغادي يولي تتراسى لينا لا فان ديال هاد لا جيم ونعرفوا ديك الساعه واش الصمته غادي يخليو فوكس يحافظوا على الصمته ولا ديكا اير اللي غادي يجروا ان جيم من هاد البيست اوف 3 ويدوزوا بالتالي للفينال غادي نشوفوا الريزو اما قريب شنو غادي يطرا. يس انديد هنا نقدروا نقولوا شنو يقدروا دابا يديروا هنايا ديكا اير. ديكا اير عندهم ايكو مفيدي ايكو از ا جود في سايد لين ايكو فريمون سترونغ في سايد لين شكون اللي غيتلاقى مع معاه في سايد لين يتلاقى اما مع يون ولا مع سينيو واش يقدر يربح سينيو 1 في 1 باقي ما عرفناش صراحه خصنا نشوفوا هاد 1 في 1 بيناتهم حيت الستون ديالو فيري بريديكتابل يعني تقدر كاع الا كنت تربح خصك تكون تالمو اهاد في الجولد كيف ما راه اهاد دابا كون انت ما تحتاجش ماتريلايش اصلا يقدر اي اوت بلاي يدير راسو يدخل داك الستون ديالو سينيو يبدا يبريباري الباري ديالو ويرجع لور شادو الكراتين خاصو يكون فريمون ستوب فوالا الى على داك الادج هذيك الادج هي كلشي ولكن بون نقدر بالعكس يوقع وسينو يطرطق هذا ايكو هذا 1 في 1 دونك ما نقدروش نعرفوا حتى نشوفوا هاد السايد شنو يوقع فيها حاليا بلي بانوا ايكو مشى صادين توب لين دونك سينو كاين في البوت ما غاديش نشوفوا هذا الماتش اب هذا حاليا غيصيفطوا ربما رينيكتون للبوت سايد وايكو التوب غيمشي اورينا هنايا ماتشي اورينا كتبقى كمان ميد لينر دو باز دونك يقدر ربما يفارمي سيفلي قدام ايكو ايكو بالحق ديال 6-0 يقدر وان شوطيها دونك خصو يحضر راسو بزاف ناروكيا هنايا في هذه الحاله هذه ونشوفوا ربما شكون غادي يدي هذا الصور هذا الصور جو بونس كو غادي دير الفرق كبير في الجيم حيتاش طونكي ناس غتعاونهم بزاف في سيرفايف وفي تيم فايتات وهذيك سيرفايف تيم فايت الا تعطيهم شكون اللي غيبقى عايش وشكون اللي شكون اللي غيموت شكون اللي يقدر يدير الدماج وشكون اللي ما غاديش يقدر اخويا لوجي غادي نشوفوا هذا الشيء مور ما يسالي ولا هاد لابوز هذه ما عرفتش صراحه واش ديكوليكت ان جوغ في هذا الجيم ولكن دي كوليكسيون ما عندناش شات مالوغوزمون دونك غنتسناو شويه الدراري راكم عارفين لا كوليكسيون هايسي وباوك ما كتكونش دائما او رونديفو شكرا تيسات المغرب من هاد المنبر هذا وغادي نكملوا هاد لا جيم هادي بيانتو اون فوا اللعبه يكونوا ريدي فوالا دونك غادي نشوفوا صراحه انا عندي امل حطا على فريق الذكاء حيت انا طبيعي كنبغي نشوف لي غوتورنمون سيتوياسيون بزاف ديجا فوكس جيمنج كلوب ربحوا الجيم الاولى انا بغيت نشوف اوتوماتيكمون ديك اير يعني يربحوا هاد لا جيم هادي من غير الا كنا لاعبين في دي كومبيتيسيون في ليشيل ديال مينا مثلا ريزو ديال هاد الحاله هادي غادي نبغي المغاربه يربحوا كاع الجيم ديالهم ما كاين لا غوتورنمون سيتوياسيون ما تحمقش ليا راسي يا هذيك الساعه ما كاينش الضحك غادي نسبورتو المغرب الى الابد صراحه هذيك ما فيهاش الشك ولكن بون صراحه مزيان الا شفنا شي فريق نهائي اللي كيبدا يزير شي فوكس لي دوميناو لا سين هادي مده ملي كريا ومن دومينيرا سن لحد الان اودي دابا جوج لي جيم اللي غادي نقول لك بداو كيتزيروا شي شويه هاد الجيم هادي صراحه باقي ما خسروش فيها جيم وحده ديال بيست اوف 3 ولكن كاين احتمال هنايا كاين افونتاج للديكا ار خصهم غير يعرفوا كيفاش يكونسليو هاد الجيم هادي يقدروا يستعملوا الافونتاج دابا باش يسنوبوليو ايكو ولا كلي بالنسبه لي انا ايكو خصو يعني الى 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 كانوا غادي ديسيديو انهم ينفايتيو دابا ايكو خصو يكون فريمون بيان بوزيشوني دو سورت انه يقتل تلقت الواحد راه ما كافيش داك الليد اللي عنده خصو يقتل اوما جوج ولا يدير دماج على التيم كامله باغ اكزومبل ولا يحاول يلعب على الاو ديالو بالكيو ولا بالولتي غادي نشوفوا حنايا واش غادي يقدر ايكو فريمون يكون سترونغ ميكانيكلي هنا فين كتدخل لامبورطونس ديال الالو ديال الميكانيكس ديال البلاير هي ملي كتعطيه الليد ملي كتعطيه الجولد شنو كيعرف يدير به واش غادي يعرف يلقى حتى ايكو كتعتبر اساسا واخا هكاك يقدر يدخل فاست يقتل اوريانا يقدر يقتل يون حتى هو راه ماشي شي شامبلي وطونكي صراحه واخا انا شنو مشى في البيلد عنده الباسيف ديال فونتوم دانسر انا اللي يقدر يكالي عليه ولكن جو بونس كو
ايكو اوريدي سو اهيد باش يقدر اي وان شوتي مالغري داك الباسيف. غادي نشوفوا ليليا حتى هي اللي كتاخذ غير لاش بي جو بونس ما كتمشيش في دي ستات اللي هما ديفونسيف فريمون كاينين سكويشيز اللي يقدر اساس اللي يقدر اساسا بحال ايكو اي ابليكي لي داك الكومبو ديالو ديال بروك باسيف وان شوت اون بلوس شادو وركر كنعرفوا جوور صحيح يعني عنده الخفه وعنده الرشاقه ولكن حتى الدراري اون فاس راهم خفاف عليه دونك غادي نشوفوا واش هادشي غادي تكونكريتيزا ولا لا ولا جيم اللي كتر جيم اوكي جيم اللي كترجع هنا في الوقت المناسب اخيرا البنك تجاوز يعني نقدر نمشي ندير واحد الاشاره للايتيمز ديال ايكو. ايكو خدا بروتوبال توست ايتام مزيانه وهنا ثاني ايتام بلي بغى يشري ناشور توت هنايا صراحه كتعطي اتاك سبيد سيرت كتعطي يقدر يدير الدمج ديالو 20% ديال البونيس اي بي دمج في كل اوتو اتاك ملي غيقدر يبدا يتريدي يمكن هذه خدها باش يماتشي ربما هذاك السينيو في التوب لين باش يقدر حيت يكونوا لونغ تريد مع السينيو ما حالوش يقدر وان شوتي ديريكتومون ولا ضد اكاشي حتى هو اللي عنده كما قلتي الباسيف ديال فانتوم دانسر وعنده الشيلد ديال دبليو ديالو حتى هو دونك غنشوفوا هذا فانتوم دانسر هذه اللي غتعطي كمان الكول داون ريدكشن تاع لا بي غتعطيه باش يتريدي واش غتنفع في هذه الجيم هذه ولا لا. هو داير 6-0-2 حاليا ايكو خصو يدير لي موف ولكن من جهه اخرى راه هما سترونغ ميراي راه اوت فارمي ب 50 سي اس جانجل ادفيرس اكاشي راه اوت فارمي ب 30 سي اس ولا 20 سي اس الميدان ادفيرس وفي التوب لين عندنا سيم ثينغ جوين اون ما بين سينيو ورينكتون. غنشوفوا اخويا لوجي حاليا شنو غادي يقدر هذيك كاع لي زيكيب اللي كيلعبوا ضد سترونغ تيمز بحال فوكس يديروا هي يشوفوا دي بلاي يفهموا فين فوقاش اكاشي يرجع في الفارم فوقاش ميرا اكزاكتلي خدا داك الليد في الفارم شنو طرا اكزاكتلي شنو هما الاخطاء ايدونتيفيو الاخطاء ديالكم الدراري وتلعبوا عليهم هذا هو دي اونلي كي باش امبروفيو ونشوفوا مور اند مور ليفل هنا في الموروكان سين ما كرهناش الدراري احنا صراحه ككاسترز ما قدرناش نتبعوا داكشي بالديتاي مي بي تراو هنا دي ميكرو زاكسيون اللي خلاو ان واحد الكومول ديال الميكرو زاكسيون اللي خلا دي جوور دو تيل ليفو انهم يرجعوا في لا جيم دونك ماشي يرجعوا يعني ياخذوا لافونتاج كومبليتمون لا دونك ما عرفتش صراحه انت او نيفو ديال الدماج هنا شوف هنا يعني الهراد اللي كتحط لين مي بي فايت شادو وركر كيدخل على اكاشي 1 في 1 كيحاول يجيب ستان ديالو شادو وركر غادي يجوك يعني اكاشي يرجع للبي ديالو غيستنا في الطريق وغيطاشي عليه شادو وركر غيطاشي اوت اكاشي وغيخصو يا رب انا من هاد 1 في 1 هذا اللي غيخسروا ربما انايا الهراد كتحط في البوطين كياخذوا به البرج الاول في البوطين غادي ربما نشوفوا نطحه ثانيه ديال الهراد اللي غادي يبدا يتوجد دابا شي شويه ولكن كيجيو ديك ار باش يحاولوا يدافعوا على البوت تولت نمبر 2 كاين ثلاثه الاعضاء ديال فوكس جيمنج في البوطين كاين ثلاثه ديال ديك ار تاعهم في البوطين كاين ناروكي في الميدين باقي كيدير بريشر وكيبوشي ويازو بيت كوليون في التوب لين ضد هاد ايكو هذا اللي كيربح هنا تي داكاشي يا سلام بيك داماجيس من طرف اكاشي شادو وركر كيدير الار ديالو هنا كيكلاكي يوتيميت كيدخل اكاشي مره اخرى ال1 في 1 كيتربح من طرف اكاشي دونك واخا 6-0-2 باقي ما عندوش الباور هنا باش وان شوتي هاد ليون هذا ميتينا صراحه الدماج ديال ايكو ولا الهيدنس ديال ايكو في هاد لا جيم دونك ميبي داكشي كومبونسابل فارم وبلي بليت ايتترا مي واخا هكاك 600 جولد شات داون عليه راه الشاطون كياخذ اون كونسيدراسيون الفارم حتى هو وهيدنس الجولد دونك ميبي الايتيميزاسيون صراحه ايكو هنا انا جلا غومي اون كيستيون علاش تاخذ ناشور توت مزيان الا كنتي ضرب بزاف ديال لي زوتو اتاك لا كانوا عندك جوج ديال لي طونك ثلاثه ديال لي طونك اون فاس واخا نقدر نفهم ولكن دابا خاصك تمنشوطي ايكو خاصك تمنشوطي وتكري لا ديفيرونس علاش خديتي ناشور توت انا صراحه ما مقتنعش عطينا الراي ديالكم في الشات بارابور لهاد الايتيميزاسيون اللي خدا ايكو عطينا الراي ديالك عطيتينا ديجا صراحه الراي ديالك ريزو بارابور ناشور توت انا صراحه ما مقتنعش بها بزاف je pense que كان يقدر يمشي موريلو ولا شي ايتام اللي كيعطي البينيتراسيون ولا الدماج هنايا كان يقدر يمشي صراحه زونيا ولا يقدر يمشي ليتشبين ولا يقدر يمشي كما كنتي كتقول موريلو باش يحيد شويه ديال السستين من هذا يونا هذا اللي كيتسستين بما فيه الكفايه عنده البورك ديالو مكمله دونك عنده ديجا اللايف ستايل فيها عنده الكونكيرور ديالو باش كيستاكيها ملي كيبدا كيتهلا بها حتى هي غيكون صعيب انهم يقتلوه بطريقه سهله هذا يونا خصوصا بانه سوبر سليبري عنده الاو ديالو عنده الالتيميت ديالو عنده الشيلدات عنده الكيوات فريمون صعيب تشد ولكن نشوفوا واش يقدروا يوصلوا ديكا لهاد المرحله هذه ولا لا. النيكست فايت غيكون غالبا على الاوبجيكتيف الجاي اللي هو تنين الجبال اللي عليه الروح في هذه المباراه هذه نعقلوا المشاهدين 34 سكوند قبل ما يبان كيوجدوا نايل فيجن صراحه كتشوف انه اكزور كيتقدم كيبينكي كيواردي وفي جهه اخرى انزو كيحاول حتى هو ولكن ديكا ار مجموعين باربعه هنايا كنشوفوا بانهم كيلعبوا واحد السينرجي كبيره من جهه اخرى فوكس حتى هما الكيو كيتكونيكت على الدارك هناك كيكين بوسطه ناروكي على التيم لير ديال انزو بوسطه ناروكي كيدير ستوبات باش يطوبو شي طوركا كيدير كيل دبل شوك وايف هزم طرف ناروكي ولكن كيموت بوسطه اكا كشي فضي صعبه كيضرب الاير كانوا كيبجوج الناس كيجي هنايا يروما كابو كيستني دبر كيم طرف كونسان طرف فضي صعبه 1 اتش بي ما غيموجد 30 من مورا ما دخل الباك لاين وغيشيلدا وغادي يربحوا هنا ديك ار تيم فايت هذا ربما نشوفوا التيم من طرفهم كيتخدموا على الميتين واش يمشيو للميراي واش يمشيو للسينيو اللي تاو تي با من التوب لين ما غاديش يقدروا يوصلوا يسوء الحظ وهنايا ديك ار كيربحوا الفايت نايس كيك فلاش من طرف الاستاذ دي كا ار دارك اللي غيدير واحد الامباكت كبير في التيم فايت كيمشيو ثلاثه الاعضاء لصفر من طرف هنايا دي كا ار كيربحوا هاد الفايت هادو غيمشيو للتيم مباشره اكزور باقي كيزوني ميراي ما كاينش
اوبورتونيتي ديال ستيل وربما نشوفوا ريبلاي مع حد هذا السينيو هذا كيتنطن في الثلاثي في التوب لين كيجي روما كابو كيديفونديها نشوفوا ريبلاي اخي لوجي شوفوا الريبلاي هنايا شوف معايا كيفاش ليسين دار هنا اكزيكيوتا بارفيتمون كومبو ديال اوريانا اختار اوريانا واخا عندها ستوب ووتش وعندها لولتي ديال مالفيد سويفي لولتي ديال اوريانا واخا كان خسروا الفايت هنا الجولد كيبان صراحه الفرق الجولد وشو ليكزوست تري تري بيان تشايمي هنايا على يون اللي ما دار والو مسكين ومات قبل ما يرجع الاو ديالو والتي بي مع الطلا ديال ساليو صراحه علاش ما تيباش قبل ما شفت صراحه فين كان في لاماب في الاول ولكن جا انا شويه ليت كون جا شويه بكري كان يقدر صراحه يدير لا ديفيرونس مالوغوزمون ديجا عليه شات داون هو ديجا ما عنده حتى شي كيل باقي اهات صراحه غادي نشوفوا 7-0 ايكو 7-0 ايكو عنده 10 ديستاك خدا ديجا باغيت ترو غروس هنايا دونك بدا لي دي سي لارج رود هنا كياخذ ايكو صراحه بلس عنده 10 ديستاك في دارك سيل دونك عنده بزاف لابي هنايا كاين احتمال انه يبدا وان شوت الا خضر بادون 100% يبدا وان شوت لي شامبيون حيت ايكو بلايد جيم كيولي اساسان ولا في الاحلام نشوفوا ان توكا دي كي ار ليتيرالي لاعبين بواحد الطريقه مزيانه عاوتاني كيوصلوا الفريق للجولد عاوتاني جوست كاغولد ما بيناتهم كان تير 1 كا وكيربحوا تيم فايت 3-4-0 هنايا لعبوا بواحد الطريقه كلين هادشي كله بفضل الدارك اللي مصحوا بليسين ديالو كيجرب لي موف مره كيصدقوا مره ما كيصدقوش هاد المره صدقوا وملي كيصدقوا كيعطيو لامباكت كيعطيو لامباكت كبير لصالح الفريق ديالو كاين ناشور هو الاوبجيكتيف الجاي واش غنشوفوا اي شي فايت غينوض عاوتاني ولا خويا لوجي اكاشي كيدخل يدير لهم تبلبيل كيدير لهم الطياره هنايا ديما اوين غادي يدخل ويتكاتشاش مطرا راه رجع رجع مي فيما شو صرا رجع تقدر تكنسلا بشي سي سي زعما لا تايم مزيان اولا بحال الشكل ديال زوا يعني اش ما تراك ترجع 100% بصراحه ما عنديش هذه المعلومه هذه مازال ما ولفناش نشوف هذا الشاب هذا بزاف هنا دي طونطاتيف دو كدا او نيفو دو لا جانجل صراحه اكاشي اللي كيلعب بلافي وعاوتاني كيدخل ان يعني راه كونفيرم هذا هو الجيم بلاي الار الار لا يزور انا اوكي ولكن ما غاديش يكمل صراحه ارون واي هنا صراحه التيميت هذا كل داون ممتاز جدا كيديرو اكاشي على سوبور واحد وما كيديرش بزاف ديال الاتش بي كيبقى اكزور عنده فول اكثر من نص ديال الدم عنده 60% اتش بي وكان اكاشي كيضرب واحد الار يمكن كيتستري ليميت هو كيجرب نبدا لي انستوبابل في الاو دونك يقدر يطرا شي ميترا غادي يرجع غادي يرجع 100% دونك واحد الفونتاج كبير عندي انا كيقدر يدير بلايز وخصو غير ما يموتش قبل ما يرجع خصو غير ما يموتش ميبي 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 لا تسلسا ما يقدرش يكاستي باك الاي هادي بوسيبل صراحه وسا سيولوجيك اش مي هذا شوف هنا معايا في لا ريفيير بزاف لا غريسيفيتي راه نيكتون اللي داخل بزاف يقدر شادو وركر كيسي لي هاد البلوبا فهذا انا اكاشي كيحاول يدخل على روما كابوكي ما غاديش يقدر يسوي الحال يدير شي حاجه اكثر اكزور اكزور واحد السيبور لي فريمون ممتاز صراحه نيفو دي 1 ماستر حتى هو دونك كيلعب مزيان غايبين المهارات ديالو بالتريش هذا لعب بواحد الطريقه كلين صراحه كيدير لي بون هو كيدير لي بون فلاي وكيدير البريزنس ديالو في لاماب خصوصا كيعطي الفيجن شو الفرق ما بين الفيجن سكور ما بينه هو وما بين مارفيت مارفيت 42 اكزور 62 عنده 20 20 فيجن سكور ادفانتاج على الاستاذ انزو دونك غنشوفوا غنشوفوا انايا صراحه هذاك الناشور اللي خداو ليه لافونتاج كوم فوكس حطوا الفيجن ديالهم سيت اباو هذاك الشيء كاع اللي كانوا باغيين سيت اباو الدارك اللي غادي خصو يجي هو اكزور يتحركوا بجوج يشادوا اكزور باش يقدروا ياخذوا الفيجن ولكن هادشي عارف انه فوكس كاين اكاشي كاين ميراي وغادي ربما نشوفوا هنايا شي انجيج عليهم في هذا التوب سايد دريفر هذا الفايت هذا دي كي ار غادي تكون عندهم فرصه كبيره انهم يربحوا لا جيم بيسكو ديجا عندهم لافونتاج بلاتي روما كابوكي غيدخل على اكاشي غيدخل عليه باش كيضرب الالتيميت كيضرب كي بروكي الباسيف ديال بريز اتاك وكيدير دامج ولكن اكاشي كيدير دامج ممتاز جدا روما كابوكي كيموت هنايا ما عندوش كيفاش يدير 1 في 1 من طرف اكاشي على روما كابوكي كيزعم شي شويه اكثر من القياس وغادي يتعاقب بواحد الطريقه ممتازه من طرف اكاشي جي جي والبي دي وغادي يكمل هذا البريشر في توب لين هنايا هذا انت شويه صراحه من طرف توب لين ديال دي كي ار حيت كان خاصو ربما ما يعطيش كيل في هذا الوقت هذا الصعب حيت ناشور اب وناشور الا ما عندك شويه توب غيكون افونتاج كبير الفريق فوكس جيمنج اللي يقدروا يفورسوا فايت هنايا كيتجمعوا كياخذوا الفيجن وغيخليو الظلام تما ربما يترابيو في شي باش ربما يبداو ناشور وعاد يبداو الفايت بالي غادي يترابيو هنا كيوجدوا دراب نايس اير نايس اير لا بار دو كورير ماكسمان هنا اللي كيكونسلي هذا التشيز اللي حاولوا يديروا فوكس جيمنج كلوب ولكن شوف معايا هنا يون اللي كيربح ميني رينكترون ليتيميزاسيون عندك بيوتير كارينكترون عندهم بزاف لاش بي اون بلس بيل دي لاش بي اون فوا بالبلاك ليفر ودوزيام فوا بداك جوجي ما سميتو صراحه شوجينا ما بقاش شوجينا ما بقاش انا جوجي فيست ما عرفتش المهم جوريم 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 فيست جوريم فيست انا اللي كيعطي اون بلس لاش بي ورينكتون اللي يعني انت عندك بيوتركا ايتام اللي كيسكيل اون فونكسيون لاش بي ديال الاتاك ديالك سي نورمال انك تخسر تخسر الان في ان ديالك ديون ديون اللي واخا هكاك ماشي 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 اهد مي بالكيدز مي اهد بالفارم هذا الاستاذ الخطير ديالنا اكاشي اللي ناروكيا
الكيو كيتقل ديال ليسين مثلا اخويا كاين انزو انزو كحال يجيب الالتيميت كيجيب الالتيميت شوك ويف من طرف ناروكيا بيك بدا بزاف ماشي على كولا ماكسمان اللي غادي يعيش هنا كيجي اكاشي باش يصير الالتيميت وعلى الباك لاين كيدير شوت على كولا ماكسمان دوبل ستان هنا من طرفه غيستخدموا باش كيجي سينيو وعلى تي بي من طرف توبينول ديال فوكس ديال كلوبر كاين روماكابو كيضرب الاير وغيدخل عليهم ربما كاين لونتيم طرف تراش كيحاول يجيب لوك على ميراي مباشره وكاين اربعه ثلاثه سيلونس ولا سليب نقول لجوج الناس والدي كي ار غيخسروا ثلاثه الافراد هنا اربعه الافراد كيبقى غير شادو والكرب وحده وغادي يكون هنا ربما نشور من طرف فوكس كلب جوج ديال الافراد فيهم لو كاين اي اوف ذا امبرور ميد لايف وكاين سينيو فول لايف هنايا حاليا فوكس جيمنج كلب عندهم شي فايت وير سينيو ما عرفتوش كاع منين جا اخي لوجي كيدخل بواحد الطريقه ممتازه ماشي ريبلاي فهاد لاكسيون هادي باش نتبعوها احسن صراحه وراه كاين كاين ريبلاي بلاتي 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 ما نشوفوش ريبلاي ما نشوفوش ريبلاي حتى نشوفوا هاد ناشور ربما ولكن صافي نبدا ريبلاي لا نشوفوا ناشور هو الاول نشوفوا ناشور حتى ناشور مهم ما يكونش ستيل دابا نقدروا نشوفوا ريبلاي كيدير لك الموقف غابيدمون ناشور صراحه داز انا فري وهنا نشوفوا ريبلاي ديال لاكسيون أكاشي أو سينيو جا ديجا صراحة سينيو راه والله آه. ودار نايس دبليو ناحية بيل كيو ديال رينيكتون والباسيف ديال ايكو شوف معايا هنايا ليليا كيفاش كدير الطيارة جوين ان سليبات جوج الناس الصاد سليباتهم كاملين ما خذوا يديروا والو انديد انديد دابا كاين من طرف سينيو كيرجع في هاد المباراة هاد فيورا هادي ولكن التنين الجبال كيتبدا هنايا من طرف فوكس جيمنج كلوب المورا ناشور عندهم بريو عندهم الدمج اللازم هنايا غنشوفوا واش غيكون شي سينا من طرف دارك ولا لا كيجيب كيو ديالو على ميرا ميرا كيدخل عليه مباشرة ار ديال ازل باش يحاول يشوف شي حاجة كيجي دارك كيحاول يديه دارك كيسيني التنين مباشرة كيكون تيم فايت شوك على واحد فقط كيجي ميرا ميرا اليمنى كيدخل مع كولا ماكسمان اللي كيعيش لا بغيت نقول كيخدمها كولا ماكسمان كيعيش بون سبيد دابا كاين من طرف سينيو كروما كابوكي في الباك لاين كيحاول يدير الدمج ولكن ما يقدرش وكيبقى نيشوط ورك الفضي صابات ريبر كيم طرف ميراي من طرف سينيو بغيت نقول ميراي كيتخدم بحق اليمنى علاش هذا وركر واش يقدر يوصل ولا شوف على مو سبيد وعلى دامج عند كيو ديال ليليا كيبقى داخل على التوريل كيبقى داخل على لا باز ديال دي كي ار وغادي يربحوا فوكس جيمنج كلوب هاد تيم فايت من مورا ما ضيعوا هذاك دريك اللي غيستيليه هنا ديك الدارك جي جي والبي دي واش هذا وركر عاوتاني مره اخرى بوحدو اللي عايش باقي ما ماتش باقي ما بغاش يعطيهم داك الشوت داون صراحه كنقول ملي دارك خدا ديسيزيون انه يستيلي كان يخلي التيم ديالو كامله ترجع للور خليه يطونطي يموت هي هذيك ما ماتش دابا كليري راه ماشي ورده راه تقريبا تخلص ثاني لا جيم فهاد لاكسيون هادي شوفوا باللي اللعبه آه يمكن غتسالي الجيم بلاتي اخر تيم فايت غينوض هنا كيك من طرف دارك كيتقال لك مره اخرى كيتخدم هنا اكزور باش يحاول يعاون الميد جانك ديالو ولكن كيجي اكاشي والاير بيت من طرف دامج هنا على الباك لاين كاين شاد وركر وشوت داون كيتخاد في اخر المطاف من طرف اكاشي وفوكس جيمنج كلوب كيضربوا نيكسوس وغادي يربحوا هاد المباراه الكينجز ديالنا هاد سيزون هاد السيمانه هادي بلوتو غادي يكونوا فوكس جيمنج كلوب تبارك الله عليهم جي جي ويل بلاي فيري فيري نايس جيم دي كي ار لي غادي بروبابلي ما غاديش يفهموا اكزاكتلي وقتاش زهقت لهم لا جيم بين يديهم الريزو واش فايت واحد جوج لي فايت فريمون في لاست بار ديال لا جيم عاد بدينا كنشوفوهم كيخسروا قبل هادشي كانوا لاعبين سوبر بيان انا براسي مخفول من البريستاسيون ديالهم ما كنتش كنتسناهم يخسروا بحال هكا ميستيكس ديال ليت جيم صراحه كيكونوا فيري فيري بانيشابل هنايا ما كنقدروش صراحه يكابيتاليزو على اللي ديالهم وشوف معايا هنا الدماج اون بلوس الريزو الدماج ديال لي دو تيم ايكو صراحه دار فيري ديسنت بيرفورمانس حاول رينيكتون اللي كنقول ما قدرش صراحه يلعب مزيان في هاد لاكيم هادي حتى الفيرست جيم ماشي نهارو اليوم رومو كابوكي وما عرفتش بانوا لي كامي ديالو اللي كنتي شكرتي بزاف لاست تايم ريزو شفنا درس واحد اللي مو زوينين في نهار الاربعاء ولكن هاد المره ما عطاوش الفرصه انه يبين لنا كامي ديالو ناروكيا اللي لعب اوريانا وكيبقى سوبور مين في القلب يعني هو الاخر في الدمج في التيم ديالو فاتو حتى انزو بمالفيت سوبور يعني غنشوفوا هنا بانه مره اخرى اكاشي ليدر موست دامج اكاشي اللي هو انا بالنسبه ليا الام في بي ديال هاد السيري ديال بيست اوف 3 دي كي اير بروبس اليوم انهم قدموا واحد العرض جميل وجميل جدا اخر مره لعبوا ضد فوكس جيمنج كلوب كانوا 2-0 ستومبس هنا كانوا 2-0 عاوتاني مره اخرى فوكس جيمنج ولكن كان واحد الفايت في الاولي جيم خاصه من طرف الفريق ديال دكار دابا ربما خصهم يتعلموا كيفاش يقدروا يكلوزوا الجيمز ملي يكون عندهم الافونتاج كيفاش يقدروا يبقاو غاديين في المومنتوم ديالهم وما يسطروش الجيم بما فوكس يرجعوا فيها حيت فوكس كنعرفوا بانهم كتعطيهم افونتاج صغير اوكي سنوبوليو بواحد الطريقه ممتازه شوف اكاشي كيفاش كان كي 1 في 1 اي واحد في التوب لين شوف ميراي كيفاش قدر يدير الدمج ديالو بهاد ليليا هادي ليليا اللي شامبيون يلا خرج يون يلا خرج كلهم كيديروا مع عرض ممتاز جدا يا ربي نشوفهم منهم اكثر صراحه في المستقبل القريب شكرا لك اللوجي على الكوكاستينغ ديالك معايا حاليا والله يا استاذ ليليا يلا كنت نسولك على صراحه في الاورلي جيم ما كانش كتبان بزاف ما كنتش كنحس بداك الاوت فارم اللي كندير ميراي على الدارك كنت كنشوف بالعكس دارك اللي هو بلوتو بروكتيف ولكن غير لي الراي ديالي في لاست فايتس ليليا اللي كانت كدير فريمون الطياره وداك الاول اللي كتحط بالكيو ديالها وداك السليب
الولتي اللي ديسيزيف في لا جيم تقدر تشات داوني تيم كامله يعني تحبسها تسكتها ا مومون حتى تسيطابي انت البوزيشن ديالك وتقلب الفايت. كلشي كيناس كلشي كيناس اكزاكتلي تبارك الله عليهم صراحه. ولكن بلاتي ما حد كتهضر على جونغلرز نقدر نقول لك بانه الدارك لعب مزيان ولكن غير ميكانيكلي لي سين ديالو ماشي اون بوينت. نكونوا صريحين الكيوات جاب شي وحدين زوينين ولكن ابار سا كانوا دي كيل اللي يقدر يجيبهم ويدير بهم امباكت كبير في لا ماب اللي غير زقل فيهم الكيو اللي سوي الحظ كتوقع كيلورني. وهادشي كامل درناه باش لي تيم ديالنا المغاربه يقدروا يترنيو ويمبروفيو في الجيم ديالهم صراحه. كنقول فريمون هاد التو جيمز كو سوا دي كي ار ولا ادر تيمز اللي شاركوا معنا في كينجز تشالنج لاست وينزداي ريبلاي فريمون تري تري انتريسون يقدروا يستافدوا منه باش يعرفوا لو مومون اكزاكت فين بدات لا تيم دي كي ار كدير ميستيكس. انا كنقول ديك لاكسيون ميد لين بقيت عاقل عليها دي كي ار فاش دار فلاش كيو وشبكات تي بيات فاش سولتيني فين ثاني يومين خرج لهم تماك بالضبط خداو باد فايت فوالا. دونك انت بويسكو انت خصك واحد القضيه بغيت نتكلم عليها هي الريزو. الا كنتي عارف باللي لادفيرسير ديالك راه مجهد عليك كتحاول نقص من دوك لي زالياتوار لي فايت اللي انت ما ضبطهمش يعني تحاول تاخذ غير هذاك الشيء اللي انت سور منه على ليميت كونسيدي. انت شوف انا عطيك لا كونتر تيوري ديال هادشي اللي قلتي. دابا الا كان لادفيرسير ديالك صعيب عليك خاصك ربما الا عرفتي بانه هو صعيب عليك واعر عليك في كاع لي ماتشوب وكاع اللين دونك الا كنت تلعب معاه في 5 في 5 وتلعبها فريمون كالم راه غادي يربحوك سي سيغ حيت هما واعرين عليك حيت انت دو باز متفقه. لا عندك لا عندك ما تنساش الليد اللي كان عند دكاير ما تنساش راه كان عندهم فوالا جوستمون. علاش خذوا الليد حيت ما لعبوهاش سيف لعبوا فريمون برو اكتيف بلايز كيجربوا لي كيل في جانجل كي انفيديو جانجل كي غونكيو داروا واحد الاولي جيم ممتاز سوبر اغريسيف اكشي بلايز ديال هبل تربح ديال السيف دو حدين الا خسرتيهم خسرتي الجيم ربحتيهم ربحتي الجيم هما اللي عطاوهم داك لافونتاج هما اللي عطاوهم لا بوسيبيتي انهم ربما يربحوا فوكس. ولكن ما نعرفش ما كان ريزون. انا كنقول ضروري من لي موف برو اكتيف باش كري لاكسيون باش كري ليد وتزيد سنوبولي. ولكن انا كنهضر على دوك لي موف اللي في شكل يعني انت غادي طونطي واحد الفلاش ما غاديش يصدق علاش غتزيد كوميتي على ديك لاكسيون اللي ديجا باديه على واحد لاباز اللي هي شيكي. اوكي حبس تماك حدك تماك كاع لي تولز ديال ديزانجيج رجع ايتترا عاود اسيي تكري دير لا برو اكتيفيتي كلكو بار دوت حتى داتو داك الفلاش راه برو اكتيف. ولكن ملي ما عطاش المفعول ديالو رجع بحالك ما عندكش تزيد تكمل من تماك فوكس جيمينغ كلوب ما يطلعوا بحال شي صاروخ فيه خداو الليد الجولد خداو كاع لي زوبجيكتيف اللي جاهم بعد خداو الناشور خداو كاع لي خداو ما عرفش خداو السول صراحه ما عرفش جو بونس ثلاث لاكي قبل ما ياخذوا السول. اون توكا جي جي ويل بلاي دارك دي كي ار بلوتو لا تيم دي كي ار اللي بغيت نقولها ريلي ريلي ويل بلاي حيتاش بينوا لنا واحد لا فولونتي انهم ما مستسلمينش باغيين ياخذوا السمطه. ولكن السمطه دابا كتبقى عند فوكس ميبي النيكست وينزداي نشوفوا فراقي دوتر بريتوندون اللي غادي يقدروا يبغيو ياخذوا لينا نجاوبوا لوجين جاوبوا غير الشات فيت فيه كاشين كيطلب لنا ريبلايز وانا باغي نشوف كثر ان شاء الله السيمانه الجايه. من هذا المنبر كنقول التيمز اللي هما كيحسوا براسهم واجدين انهم يكومبيتيو في هذه السنه وحتى اللي باغيين غير يجربوا الحدود ديالهم مرحبا بكم تشاركوا معنا نيكست وينزداي. ما تنساوش بلي خصكم تدخلوا لهاد الديسكورد اللي غادي نخلي لكم دابا في الشات باش تاخذوا كونتاكت مع لي زادميد باش يقيدوكم وغادي عطاهم ريبلاي غيموتوا لنا اسمحوا لنا الدراري واخا جايين الريبلاي. عندك شي كلمه اخيره قبل ما ندوز ريبلاي ريزو؟ نقول لي بعدا اكاشي كيكتب لنا اورينا ديال ريزو احسن ديالنا روكيه ما عرفتش صراحه ممكن ما نقدرش نقول لك واش اولا لا ما غاديش نقول لك انا عيان. ولكن شوف تبارك الله عليكم الدراري ديال فوكس جيمنج كتبينوا دائما مستوى مزيان جي جي والبي داكاشي يون ديال كلين ما عندي ما نقول فيرست دامج في ليدو جيم وجي جي والبي دي كي ار اللي داروا لنا اداء مزيان. شكرا لي فيورز كاملين اللي كانوا حاضر معنا شكرا لا ريجي وليكس اوف موروكو سازان اينامي اللي بليت كنعرف شكون هي عندنا ماشون بلي فريز ديالو لوجي كوكاستر معايا اليوم والناس اللي كيوجد لنا هادشي كامل جي جي والبي كلشي Thank you for following. أنا أقول لكم موعدنا دابا موعدنا نهار الأربعاء الجاي إن شاء الله نشوف واش غيجيو فروق. قبل. نهار اثنين كاين سولو سكريمز نهار اثنين الدراري ربما يكونوا في الشانيل ديالي باي ذا واي دونك ستي توند الدراري ربما تشوفوا داكشي عاوتاني في ستريم ديال ريزو. الدراري فولويو من هذا المنبر الشانيل ديال ريزو حتى تما غادي يكونوا إن شاء الله نيكست سولو سكريمز باش تقدروا تتبعوهم وموعدنا نهار اثنين فور سولو سكريمز معاش على ريزو معاش دروس سولو سكريمز مع 8
يس يتمنى ما قال صدر والو يتمنى ليتس جو فوكين جو نوت فور كلاد كونتري التشالنج اللي غادي يكون تحدي الملوك اللي يكون الاربع الجاي معاش نهار الاربع الجاي مع السبعه ونهار الجمعه ونهار الجمعه مع ثمانيه مره اخرى ليتس جو تقدري تحافظ تقولي تحافظ كما كيقولوا بارك الله عليكم دري ما نطولوش عليكم بزاف شكرا حيت كنتوا حاضرين معنا بقوه اليوم وغونديفو لاندي جاي ان شاء الله تبارك الله عليكم بيس بيس I am the dreadful menace, the one whose will is done. The haunting chill upon your neck, I am the conundrum. I will summon armies of wind and rain and snow. I made the black cloud overhead, the ice like glass below. Not you or any other can fathom what is nigh. I will tell you when to jump, and I'll dictate how high. The ones that came before you stood strong and tall and brave, but I stole their dreams away. Those dreams could not be saved. But now you stand before me, devoid of all dismay. Could it be, just maybe, I'll let you have your day? سوسي عاود دابا ولا كاكسلك ديك كيفاش على سينيور كيجي ميراي كيجي نوت ناروكيا الوك دائري روسيا كيحاول يجي كيجي ميراي كلشي لو هي بوك دابا كي مطرف ميراي اللي دبليو زيرو تبقى فيها هي بروكسي يو سبيك دابا جوست كيجي فيرتشوس يا سلام على طماش الكره كاسر كاين هنايا غادي يخطروا تيدي وتلي نشوف شي جانك على هذا ابيرفيكت دابا تستخدم كيجي ميراي كيدير سموك سين مباشرة وتوتاك من وتوتاك هنايا ابيرفيكت هذا صاحبك حاول يضايف انا ربما طايف بيرفكت دامجز يا سلام الارجل ميراي